بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة الصف السادس التطبيقي والأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحسين عليه السلام: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما ثبات الإيمان؟ فقال: الورع. فقيل له: ما زواله؟ قال: الطمع. من جوار قبر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام نبث لكم هذه الحلقة من برنامج دروس تعليمية على الهواء مباشرة، ودرسنا لهذا اليوم هو مادة اللغة العربية للصف السادس التطبيقي والأدبي. معنا في الاستوديو كل من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ عناد مالك الفضلي من إعدادية كربلاء، أهلا وسهلا بك أستاذ. ومعنا الأستاذ لؤي عبد الستار الكعبي من إعدادية كربلاء، أهلا وسهلا بك أستاذنا. بداية أستاذ عناد، تعرف أنه هالسنة المادة تقريبا مثل العام الماضي صار بها بعض الحذوفات، هي لتسهيل الأمر على الطلاب بسبب هذا الوباء أو هاي الجائحة، فلتسهيل الأمر عليهم فحذفوا بعض المواد يعني مؤقتا للاحتياط. أريد من عندك أنه تبين طلابنا المواد المحذوفة سواء كان للتطبيقي أو للأدبي. إن شاء الله. فضل أستاذ. بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي طلبة الصف السادس الإعدادي بفرعي التطبيقي والأدبي، إن شاء الله نرجو لكم كل التوفيق. واليوم نحن بجوار سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، وندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق، وأن لا يضيع تعبكم وجهودكم التي بذلتموها أنتم وأساتذتكم وعوائلكم كذلك. بالنسبة للحذف كما هو في العام الماضي، بالنسبة للعلمي الأحيائي امتحنوا اليوم إن شاء الله، بعد ما يحتاجون هذا الشيء، بس من باب التذكير لطلبتنا السادس التطبيقي. حذوفات القواعد: أسلوب التوكيد وأسلوب المدح والذم وأسلوب التعجب. أسلوب التوكيد وأسلوب المدح والذم وأسلوب التعجب. أما بالنسبة لحذوفات الأدب، الشاعر حافظ إبراهيم من مدرسة الإحياء، والشعر التعليمي جميل صدق الزهاوي، والخطابة ابن النديم، والرواية. هاي بالنسبة للحذوفات بالنسبة للتطبيق. بالتطبيق اللي هو العلمي طبعا، والأدبي طبعا يختلف. أكيد بالتأكيد طبعا حذوفات الأدبي تختلف. يعني بالنسبة للأدبي السادس الأدبي، حذوفات القواعد: من أسلوب تقديم الخبر إلى نهاية الكتاب. يعني هذه الموضوعات التي حذفت، يعني عندهم الموضوعات اللي داخلة في الامتحان إن شاء الله: أسلوب الاستفهام، أسلوب النفي، أسلوب الاستثناء، وعدهم أسلوب العرض والتحضيض والتمني والترجي. هاي بالنسبة لمادة القواعد الأدبي. أما بالنسبة لمادة الأدب، الشاعر حافظ إبراهيم كذلك نفس العلمي، ومحمد رضا الشبيبي، إيليا أبو ماضي، إبراهيم ناجي، عمر أبريشة، رشد العامل، والشاعر أمل دنقل، والشعر التعليمي جميل صدق الزهاوي، والشعر الملحمي عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان. أما بالنسبة للخطابة وابن النديم والرواية، نعم هذه الحذوفات. حذوفات النقد طبعا الموضوعات غير الداخلة من الفصل الثالث المناهج النقدية من صفحة 42 إلى صفحة 61، كذلك نموذج تحليل النصوص الأدبية ونموذج تطبيقي صفحة 62 إلى صفحة 67. يعني مادة الأدبي الحذف بيها يعني من جانب الطالب إن شاء الله، يعني مادتهم بقت قليلة جدا بالنسبة للأدبي. نتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لأستاذنا على هاي الإيضاحات المهمة. أنتقل إلى أستاذنا الفاضل الأستاذ لؤي عبد الستار في موضوع تعرف مادة القواعد ومادة الأدب يعني بها تفرعات كثيرة، وبعض الطلاب يعني يعيشون حالة من القلق، وقسم منهم يجون ينقلون لهم رسائل سلبية عن مثلا أسئلة اليوم بالنسبة للأحيائي. يعني أسمع من بعضهم أنا أشوف يعني فد نوع من الخوف والقلق التردد، فأريدك فد كلمة حلوة من جنابك تطمنهم أبنائنا، فد كلمة يعني هي بها فد نقول إحنا دفعة من النشاط ودفعة من الحيوية لهم،
ويعني شلون نقول احنا نخليهم يكونون على إن شاء الله راحة بال إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يسهو ولا ينام ولا يسأم من الطلب والسؤال، من وعدنا إن دعوناه استجاب، استجاب لنا وإن استغفرناه مهما بلغت ذنوبنا رضي عنا وغفر لنا. الوهاب المعطي القاهر فوق عباده، فاطر السماوات والأرض، بقدرته لا يعجزه شيء، وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي السلام عليكم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في امتحانكم غدا إن شاء الله توفيقا كاملا ومؤيدا بنصر الله سبحانه وتعالى ومؤيدا من تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الدعاء في هذا المكان دعاء مستجاب إن شاء الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم توفيقا عظيما، وأن لا تتأثروا بأسئلة امتحان اليوم، ولا تأخذوا الشائعات التي تقول أسئلة اليوم كانت أسئلة صعبة أو انتقامية أو ما شابه ذلك أو ما شاكل ذلك. إنما ثقوا أن أسئلة اليوم هي أسئلة متوسطة أو فوق المتوسط، وهذا حسب تصوري وتصور أغلب الأخوان الأساتذة أنه الأسئلة التي جاءت أغلب الأسئلة جاءت من المنهج حصرا. وأنا أتحدى أي شخص يقول غير هذا الكلام أنه جاء سؤال خارج المنهج. إنما الأسئلة كلها أسئلة أغلبها مكرر، والسؤال الأسئلة الأخرى الموجودة موجودة يعني من ضمن المنهج أو خارج المنهج أو قريب على المنهج أو تحاكي الأسئلة الوزارية السابقة. الإشكال الذي وقع به طلابنا اليوم هو بصعوبة نوعا ما صيغة سؤال أو صيغ سؤال الأدب الموجودة بالسؤال الأول الذي أوهم أبنائنا الطلبة الأحيائي، مما أدى إلى يعني حدوث هذه البلبلة مثل ما قل بينهم أنه الأسئلة صعبة وغيرها من الأمور، حيث أنه أغلب الشعراء اشتركوا بمهنة الصحافة، وأغلب الشعراء يعني عملوا بالصحافة وكان لهم صحف، ومنهم الشاعر الجواهري وغيره، إلا أن السؤال كان سؤالا واضحا بالنسبة للشاعر الذي ذكره السؤال الأول بالأدب، وهو شاعر عراقي رومانسي اشتغل بالصحافة بوصفه شاعرا وكاتبا للمقالة الأدبية ودفن في مقبرة الغرباء. لو ركزوا أبنائنا الطلبة لما وقعوا في هذا الخطأ، واختاروا أغلب الطلاب اختاروا الشاعر السياب، ومنهم من اختار الجواهري، لكن عندما نجد أنه هذا السؤال موجود أمامك سؤال واضح جدا، هو الشاعر عبد القادر رشيد الناصري، شاعر عراقي رومانسي اشتغل بالصحافة بوصفه كاتبا. هذه العبارة أنا أطلب من أبنائي التطبيقي والأدبي أنه يذهبون للكتاب والآن يفتحون الكتاب معي ويلاحظون هاي العبارة موجودة لا تلاعب فيها إطلاقا، نصا أخذت من حياة الشاعر ووضعت في الأسئلة. من الشاعر وما عنوان قصيدته؟ أكتب له ثلاثة أبيات. لو كان الشاعر بدر شاكر السياد لا يذكر بالأسئلة أنه أكتب له ثلاث أبيات، وإنما أذكر من إلى، لأن بالنسبة لقصيدة بدر شاكر السياب قصيدة الشعر حر، فأسطر يعني ما ممكن يقول لأنه أذكر ثلاث أبيات وقصيدة بدر شاكر السياب. هذه بالنسبة للسؤال الأول الذي وقع به أبنائنا الطلبة. أما بالنسبة لي يعني مجمل الأسئلة الموجودة الأخرى، أسئلة يعني فقوا أسئلة الآن أنا موجود عندي الإجابة إن شاء الله راح خلال وقت البرنامج ما نأخذ بداية المقدمة إن شاء الله راح أوضح لكم كل الأسئلة الموجودة، وإذا تحبون خلوا الكتب معي. وإحنا نريد الطالب بس طالب الأدبي والتطبيقي ويانا، لأنه طالب الأحياء يريد. لا إحنا ما نذكر الأحياء، نذكر لا نذكر أبنائنا اللي التطبيقي التطبيق الأحياء إن شاء الله. الأحياء يتوكلون على الله ويدرسون الدروس الأخرى ويتفوقون، ومو نهاية الحياة يعني الإنسان ما يتوفق في درس إن شاء الله يعوض بالدروس الأخرى. كم طالب بيدرس واحد يعني ما توفقوا بالمحصلة النهائية طلع معدل وانقبل الكلية اللي يريدها. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا. أعزائي طلبتنا طلبة الصف السادس التطبيقي والأدبي، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. أستاذنا أستاذ عناد،
طبعا من النقاط اللي ممكن انه الطالب يخطئ بها بعض الاحيان وخاصة في مادة اللغة العربية موضوع مثلا انواع ما انواع لا. نعم استاذ. هذه بعض الاحيان يعني خاصة نوع الاسئلة نمطية الاسئلة مالت اللغة العربية تجي مثلا استبدل كذا بكذا او موضوع الاستثناء تقسيمات الاستثناء اريد فد يعني اول فد آلية فد طريقة مبسطة توضحها لهم استاذ. لا استاذ هو الطالب مسبقا يعني قبل ان يوصل مرحلة السادس عنده فد رهبة وخوف من قواعد اللغة العربية. نعم. يعني الطلاب اللي قبله او الطلاب اللي فشلوا احتمال بالسادس وما قدروا يطلعون معدلات عالية يخوفونه في يعني هو مسبقا عنده هالة قواعد اللغة العربية خصوصا اذا احكي على القواعد. نعم. مع العلم اليوم يعني اكثر الطلاب اخطائهم اللي تقريبا سلموا دفاترهم وطلعوا على وصلتني الاخبار بان بالادب مشكلتهم كانت بالادب السؤال الاولي اشار له استاذ لؤي ابو عبد الله. يعني القواعد ما عندهم مشكله القواعد لا ان شاء الله ما عندهم مشكله فقط سؤال واحد يمكن عفوا قاطع استاذ عناد سؤال واحد فقط اللي هو بالاستثناء الاستثناء يعني يحتمل يحتمل جواب يتصل هو المنقطع ويمكن حضرتك استاذ دكتور انت بعد دارس الاستثناء وكذا تعرف الاستثناء الاستثناء اغلب الامثله الموجوده فيها اكثر من احتمال. نعم. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. نعم. ممكن تام منقطع وممكن تام متصل. نعم. ايضا هذا السؤال اللي ذكر عندهم سؤال يعني يحتمل جوابين فهذا بالعكس هذا انا اعتبره مو فد فد يعني شيء يعني هو جواب اذا يحتمل احتمال اجابتين اكيد يعني ياهو الكتابه صح واضع الاسئله مخلي في حسابته انه راح يخلي هذا بالجواب النموذجي اذا جاوب الطالب تام متصل مثبت او جاوب الطالب تام منقطع نعم. ياخذ درجه بالعكس هذا شيء من جانب الطالب ما اعتقد ضد الطالب نعم. إيه فاسئله القواعد ما كان عندهم مشكله كانت مشكلتهم بالادب هاي يعني المعلومات اللي وصلتنا اغلبهم بالادب استاذ احنا سالتنا على الما ولا بس نعم. ارد اعرج على قضيه الادب بلي بلي. طلابنا بصوره عامه فد نسبه كبيره جدا من عندهم يجوز توصل اذا 80 او اكثر من 80% وافقون نعم. الاساتذه توافقون انتم يخلون الادب يتركونه للمراجعه المراجعه هاي اللي بشهر الرابع تبدي او بعضهم يبدون بشهر الثالث استاذ ماده الادب حفظها صعب ونسيانها سريع فهم يجون مثلا بشهر الرابع يبدا يقراها يشوف نفسه سيطر عليها يراد داخل شكل المراجعه هاي مو الكل والله استاذ الطلاب اللي طلعوا معدلات عاليه ومن ضمنهم طلابنا عندنا في اعداديه كربلاء انا سائلهم اللي حتى طلعوا اوائل من ضمنهم استاذ لؤي يدري نعم. مالك الله يذكره بالخير نعم. طلع الاول على العراق فانا سالته شخصيا قال الادب استاذ ثلاث مرات راجعته يلا قدرت اسيطر عليه يعني ثلاث مرات مو بدا قصده بالمراجعه بشهر الرابع من بدت دراسه السادس بشهر السادس بدايه العطله هو بدا يقرا وبدا يركز عليه ورجع ثلاث مرات راجع المهم شاهدنا على الما ولا الما ولا استاذ بين ليله وضحاها اذا ممكن استاذ ناخذ اتصال براتب. معانا من البصره الو البصره الله يحفظك نعم. تفضلوا مجيد عليك. مجيد من البصره تفضل اهلا وسهلا حبيبي تفضل لك الله يحفظك السلام ورحمه الله تفضل اغاتي حبيبي والله الأسئلة مال العربي اليوم كلش يعني قوية الحمد لله وشكر يعني قوية وكل الطالبات اللي عندنا ومن بدي يعني ما تشوف لك الحالة يعني كلش يعني ضاغط الأستاذ يعني مو بدك واحد ينزل أسئلة ماشي شنو عندك سؤال بالضبط بالضبط يعني رأي بالأسئلة لو سؤال أنت شنو عندك رأي بالأسئلة لو بس يعني كل الصعب يعني ما أدري يعني ليش الأستاذ يعني حاقد على الطلبة مو إحنا عزيزي إحنا مهمتنا يعني نشرح المواد أو أسئلة الطلاب للامتحان القادم بالنسبة للامتحان السابق بعد هذا يبقى الوزارة الشغلات اللي تخص شغلات فنية إدارية نعم عفو أخي العزيز عيني أستاذ مجيد احنا ما قلنا الأسئلة أنه أسئلة سهلة قلنا الأسئلة فوق المستوى فوق يعني المستوى الوسط فأكيد كان يحتاج لها الطالب يعني دراسة شوية أكثر مركزة إيه؟ هذا القصد احنا ما أخذنا يعني على مسألة الطالب أنه ذكرنا شغلات الطالب أو طلابه وكذا لا ماشي. بالعكس إن شاء الله بالتوفيق عيوني أستاذ مجيد نعم العفو استاذ استاذ بالنسبه لانواع ما ولا
بين ليلة وضحاها الطالب ما يقدر يسيطر عليها. لازم تكون بداية الطالب، احنا مع الأسف يعني أغلب الطلاب بدايتهم مو صحيحة أستاذ، بداية الطالب تبدي بعد أن ينجح من الخامس ودخل دورات، أي دورات سمى ما كانت هذه الدورات وعنوانها، المفروض تكون بداية الطالب بداية من هذا اليوم، يعني مثلا من 1-6، من 5-6، من 10-6، قصدي من نجح من الخامس. نعم. يضع له سجل، أنا دائما أوصي طلابنا بالمدرسة وأنا ما ألتقي بأي طالب، يضع له سجل، وهذا السجل يخليه للملاحظات ويبدي بدايته. بدايته طبعا الدراسة سواء كانت بالعطلة الصيفية أو بالدوام ما تقل عن 8 ساعات. صح. طالب السادس اللي يطلع معدل ويطمح للمعدل العالي، لا يصور يعني يترك المادة ومن يبدأ الدوام، ومن بدأ الدوام أولا حتى الوقت ما يساعده بالدوام، بالشتاء الوقت يعني قصير، وبعدين يجي شهر الرابع وشهر الثالث ويقول أنا راح أخلي مراجعة وسمعت غيري عندهم تجربة بهذا المجال وقدروا يطلعوا المعدلات. هاي حالات شاذة يعني مو كلها نفس المستوى، فيحتاج لها وقت، في أنواع الماءات وأنواع اللاءات يحتاج لهم وقت حتى يقدر الطالب يميز بينات، لأن عددهم هواية. معنا علي من كربلاء، تفضل يا علي. السلام عليكم. ألو تفضل. عيني علي. ثلاثة بسؤال. تفضل. تفضل. الاستثناء المتصل والمنقطع. الفرق بين الاستثناء. المتصل والمنقطع. المتصل. والمنقطع. والمنقطع. نعم. ماشي. والمنقطع. سؤال آخر. سؤال آخر عيني علي. الإنشاء. شرح على إنشاء قصير. إنشاء. إن شاء إن شاء الله، إحنا مخلين دائما برنامج الإنشاء إنشاء قصير إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا علي. رضا من بغداد، تفضل يا رضا. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي. شلونك أستاذ من العزيز؟ أستاذ من العزيز، بالنسبة اليوم الأسئلة مال اللغة العربية أو الأحياء الأدب مال السادس الأحيائي. نعم. أي نعم. كانت أسئلة صعبة ومركزة حيل. نعم. من بغداد أنا بالناس. أهلا وسهلا. هواي طلاب عانوا واشتكوا، يعني بديت بتي فانهاروا من كثر الأسئلة، فنحبين نوصل صوتنا لكم، توصل صوتنا للتربية. هذا وصلت إن شاء الله. إن شاء الله وصلت. أهلا وسهلا. معنا هبة من الكوت، تفضلي بابا هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بابا. أستاذ بس أريد شرح مبسط لثمن والترجي. بابا. وعندي بس سؤال بالنقد. بالنقد. أي تفضلي. الكلاسيكية من أقدم المذاهب الأدبية، متى بدأ هذا النوع عند نقاد الأدب وما صفاته؟ واضح السؤال. نعم أستاذ، بس سؤال ثاني. نعم. بير كورني من أعلام الكلاسيكية الغربية، بماذا يتميز مسرحه وبماذا اهتم؟ يعني هما ما شارحين، يعني ما موجود بالكتاب. عيدي سؤالك بابا. عيدي السؤال بالله. عيدي بابا. بير كورني من أعلام الكلاسيكية الغربية، بماذا يتميز مسرحه وبماذا اهتم؟ زين، هو هذا سؤال منين جبتيه؟ من الكتاب. ترى قبل 3 سنوات 4 سنوات. هاي تبدأ تاخذين الاسئله الوزاريه القديمه بابا. كان 82 صفحه. نعم. يا سنه بابا. يا سنه اسئلتك. يا سنه هاي سنه 2010 بابا. 2010 تغير الكتاب. 2011 الكتاب بابا. ورا 2011 2012 كتاب. لا هو تغير حتى تغيير ثاني، حتى مره ثانيه 16 صفحه صار هسه 68. هذا محذوف بابا، يعني متغير بالكتاب. متاكد من بالك بابا هذا السؤال؟ ما طول ما موجود بالكتاب بابا، هذا ما موجود اصلا لانه انحذف. صار بهذا اي انحذف. رغم هذا احنا هسه نبحث عن السؤال، اذا لقينا جواب نعطيك اياه. ماشي. ابي سؤال اخر. يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا. ماذا استاذنا؟ سألوا على المتصل والمنقطع. طبعا توجد علامات للمتصل والمنقطع. نعم. هسه خلنا ناخذ المنقطع. المنقطع هو اختلاف يا اما بالصفه يا اما بالجنس، مثل حضر الطلاب الا حقائبهم، هذا اختلاف بالجنس لان الحقائب مو من جنس الطلاب. عاد المسافرون الا حقائبهم، اختلاف بالجنس. لكن مرات اختلاف بالصفه، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. فالسلام واللغو اثنينات أصوات، لكن اختلاف بالصفة، فضروري جدا الطالب يميز بين هاي الأمور. يعني بالنسبة للمنقطع اختلاف يا أما بالجنس يا أما اختلاف بالصفة. وأكو علامات أيضا للمنقطع، إذا وجدنا بعد أداة الاستثناء أن واسمها وخبرها اللي هو أن المصدرية طبعا،
أن مو إن أن المصدرية واسمها وخبرها غالبا ما يكون الاستثناء منقطع، غالبا ما يكون الاستثناء منقطع. أما المتصل أيضا له علامات، يعني في الغالب ما نجد كلمة شيء وأحد وغيرها من هذه الألفاظ. طبعا الاستثناء بلا نافية للجنس أيضا غالبا ما يكون متصل، وتبقى العلامة الفارقة الفاصلة بين المنقطع والمتصل هو اختلاف بالجنس واختلاف بالصفة. أحسنتم سنة. يعني بكثرة الأمثلة أستاذنا العزيز، بكثرة الأمثلة نعم. الاستثناء يحتاج لكم كبير من الأمثلة يلا يقدر الطالب يسيطر عليه إن شاء الله بالسلامة. بعد إذا أبو عبد الله عدفت إضافة أستاذنا ماشي، بس خلينا نأخذ هذا الاتصال معانا. علياء من البصرة، فضل. أنوار من البصرة. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلوا بابا. عليكم السلام. أستاذ عراب أسمع الاستفهام بالنجيبو بالأسئلة الوزارية عرب أسماء الاستفهام. إيه. اسم استفهام على الفتحة وعلى السكون هذا المصطلح مهم يعني لازم أذكره. بابا ما يحتاج هو تذكرينه، بالنسبة لل إذا تردين ذكري أنت تحفظين نقطة مهمة، أيانا وأين وكيف، هاي مبنية على الفتح وباقي أسماء الاستفهام مبنية على السكون، ما عدا فقط أي اللي هي عندنا أي فقط هي معربة. حفظين أين أيانا كيف مبني على الفتح، باقي أسماء الاستفهام مبنية على السكون ما عدا فقط أي هي معربة. تحبين تذكرين وتحفظين هذا الترتيب حفظي، ما تقدرين ماكو داعي كتبي اسم استفهام مبني في محل بدون ذكر فتح أو سكون. تمام واضح بابا أنوار؟ ماشي ممنونين، شكرا لاتصالك يا أنوار. زين استاذ لؤي، من ضمن اللي اتصلوا يمكن هبه من الكوت. نعم سلت عن سلت عن الكلاسيكيه. طبعا الكلاسيكيه اول مذهب ادبي نشا في اوروبا في القرن السادس عشر بعد حركه البعث العلمي، واساسه بعث الاداب اليونانيه واللاتينيه القديمه ومحاوله محاكاتها لما فيها من خصائص فنيه وقيم انسانيه. كيف استنبط العلماء مبادئ وخصائصها بالتذوق أو بالتحليل المباشر أو بما كتب القدماء مثل أرسطو في كتابي الخطابة والشعر وهو راشي قضية فن الشعر. أما بالنسبة لي من أهم أعلام الكلاسيكية الغربية هذا موجود، يعني السؤال موجود اسمهم اللي هو بير كورني كتب في المسرح وأم مسرحياته. السيد تميز مسرحه بمحافظة على الوحدات الثلاثة في المسرح اللي هي المكان والزمان والحدث، واستخدم لغة بليغة واهتم بالكشف عن المواقف النفسية والصراعات داخل النفس البشرية وسيطرة الفكر والمنطق على العواطف الإنسانية. إذن كتب في المسرح وأهم مسرحيات السيد، تميز بمسرحه بالمحافظة على الوحدات الثلاثة في المسرح والمكان والزمان والحدث، واستخدم لغة بليغة واهتم بالكشف عن المواقف النفسية والصراعات داخل النفس البشرية وسيطرة الفكر والمنطق على العواطف الإنسانية. أحسنت. معنا سجا من بابل، تفضلي بابا سجا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بابا تفضلي. أستاذ عندي سؤال بالتقديم المبتدع على الخبر. نعم. يعني شلون افرق بين اذا كانت نكره مخصصه او غير مخصصه؟ نعم ماشي، نكره مخصصه وغير مخصصه. ماشي عندي سؤال اخر بابا. ايوه عندي سؤال مع المفرغ، يعني اراد ما اعرف شلون اميز به، يعني اذا اجانا ورا الا انا عرضه. قصدك بابا قصدك بالاستثناء المفرغ؟ الاستثناء المفرغ. اي احسنتي، بالاستثناء المفرغ. بالنسبه بابا بالنسبه لي النكره غير المخصصة والنكرة المخصصة، أولا احنا تبحثين عن شبه الجملة، شبه الجملة إذا كانت في البداية أو كان الخبر في البداية، انباع المبتدأ اللي بعده، لاحظ المبتدأ اللي بعده، إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة يعني لا تليه لا صفة ولا مضاف إلى نكرة، لأن إضافة النكرة إلى النكرة تكسبها التخصيص للتعريف. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا إذا توردت أكثر من شبه جملة تحذف شبه الجملة الثانية، اختار شبه الجملة الأولى. لهم في الدنيا ما لي علاقة بها، لهم الخبر المقدم في الدنيا ما لي علاقة بها عبرها خزي. نسأل خزي هل هي نكرة أم معرفة؟ خزي نكرة، كيف نميزها؟ ندخل عليها للتعريف الخزي، إذن هذه نكرة. نسأل هذه نكرة هل جاء بعدها صفة؟ طبعا لا، لم يأتي بعدها صفة. إذا لم يأتي بعدها لا صفة ولا مضافة إلى نكرة هنا تسمى نكرة غير مخصصة، وهنا يصبح التقديم تقديما واجبا بشرط ما ننسى بابا هذه ملاحظة انضافت بالكتاب، بشرط أن لا تسبق هذه النكرة لا بنفي ولا باستفهام. إذا سبقت بنفي أو استفهام خصصت، إذا سبقت بنفي أو استفهام خصصت، يعني هذه خارج النص القرآني. ما لهم في الدنيا خزي خلينا نعتبره مو آية قرآنية، نعتبره كلام. إذا خلينا قبلها ما خلينا قبلها نفي انتهت صارت هنا جائز،
خلينا قبل استفهام صار جائز، هاي يسموها نكرة مخصصة باستفهام أو بنفي سبقت. أما بالنسبة للنكرة المخصصة، النكرة المخصصة ولهم في الآخرة، نفس الآية ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم أيضا الخبر في الآخرة شبه جملة ثانية نهملها، إذا جاءت أكثر من شبه جملة أهملها أتركها، أنتقل للوراء، لهم في الآخرة عذاب، عذاب هو المبتدأ، نسأل عذاب هل هو نكرة أم معرفة؟ عذاب نكرة العذاب، لكن هذه النكرة بماذا اختلفت عن النكرة اللي قبلها؟ عذاب جاء بعدها عظيم، عظيم صفة، إذن هذه تسمى نكرة مخصصة، إذن هنا أصبح التقديم تقديما جائزا. إذن الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية هي النكرة يليها أو لا يليها. أحسنتم أستاذنا، واضح إن شاء الله استجاب إن شاء الله بالتوفيق. أستاذنا كن شرح أستاذ إرادة إعراب إعراب نعم المفرغ، المفرغ نعم. هذا إلا توضيح الصبور أستاذ أي تفضل كنت مع الصبور يعني فد نماذج مثلا في الأربعة أستاذ لوي إذا بهل أنواع يكتب السؤال موضوع الإنشاء سألك يمكن أحد الطلاب يمكن علي الصور سألك عن نعم. الإنشاء وطريقة كتابة الإنشاء أو فالطريقة مبسطة توضحها لأبنائنا الطلبة في كيفية كتابة الإنشاء ويمكن هو طلب يعني طلب فد يعني إنشاء قصير يعني إحنا طبعاً احنا ما نحب انه نعود الطالب على حفظ المقدمات الجاهزه أيه؟ بس لكن انه الطالب يعني يبذل اهتمامه بالقواعد والادب وضيق الوقت وغيرها من الامور يعني نسمح للطالب بانه ياخذ مقدمات لكن هاي المقدمات الجاهزه ارجو يعني ابنائنا ينتبهون لهي النقطه المهمه هاي المقدمات الجاهزه انت حصلت عليها مثلا من الانترنت او من مواقع التواصل الاجتماعي او حصلت عليها من استاذ اكيد اغلب الطلاب حصلوا عليها فاكيد المصحح من يلاحظ الدفتر يعني اغلب المقدمات متكرره اكيد راح يبعث يعني الملل في طريقه تصحيحها فلذلك الطالب اللي بالبدايه حصل درجه جيده يجوز نفس المقدمه لكن اللي وراها تبدا درجه تقل فنفضل انه انت اخذ المقدمه لا باس ماكو اشكال لكن انت تصرف بها بتصرفك انت يعني اضيف لها بعض الكلمات عدل بها وخذ من عندها فد امور بسيطه جماليه شرط المحافظه على السلامه اللغويه احسن طبعا اكيد 100% يعني اكيد يلجا الشخص يعني يعاون بها كاستاذ او كذا او كمختص باللغه العربيه يعاون بهذا الامر اذا اضطر انه يختار فقط كلمات جيده طبعا اساس الانشاء هو ان يختار العنوان يضع العنوان هاي نقطه مهمه دائما الطالب ينساها نضع العنوان في وسط الصفحه هل عفو استاذ تبلش؟ لا لا كمل براتب ناخذ العنوان نضع العنوان في وسط الصفحه يعني تجد انه اغلب دفاتر الطلاب بالامتحانات ما يعني يختار الانشاء لكن ما يضع العنوان العنوان نقطه مهمه العنوان عليه درجه يعني فيجب انه ينقل نعم احسنت ينقل سواء كان بيت شعري او كان يعني ايه قرانيه يضع العنوان بخط شويه اكبر يعني بدرجة من الخط الآخر لأنه إحنا نلاحظ أي كتاب موجود نأخذ الكتاب الرسمي نجد العنوان خطه يختلف عن الداخل صح. فأكيد هذا العنوان يضع في وسط الصفحة عند لا تسمعي خلينا نأخذ هذا الاتصال الولد متأخر منتظر من السماوة تفضل يا منتظر السلام عليكم أستاذ أهلا وسهلا عيني عليكم السلام أستاذ أعراب أداة الاستفهام إذا جاء وراها شبه جملة وراها فعل مباشرة الفعل إذا ما مستوفي مثلا فعل متعدل لما يستوفي خبره الاعراب مالته شلون راح يصير؟ شلون بابا تعيد عيد سؤالك؟ أداة يا أداة تقصد يا أداة يعني فعل مباشرة إذا كانت على شو اسمه أدوات الاستفهام على الحال أو شو اسمه أدوات الاستفهام على الزمان والمكان شلون راح يصير إعرابها؟ يعني قصدك كيف وقصدك متى وأيانا؟ إي إذا جاء وراها شبه جملة وفعل مباشرة شبه جملة وبعدها فعل أحسنت ابني ابني هذه النقطة تخليها ببالك متى يعني البيت الشعري متى قصدك هذا متى بحبك للمشانق أرتقي كي ترتقي بعدي عروش علاك هب لي بربك موتة تختارها يا موطني أولست من أبنائك قصدك متى بحبك للمشانق أرتقي هنا متى اللي هي قصدت أنت بالزمان جاء بعدها بحبك شبه جملة وللمشانق شبه جملة وجاء بعدها الفعل أرتقي كيف إعرابها قصدك هذا سؤالك أحسنت هنا في هذه الحالة إذا جاء بعد أدوات أو أسماء الاستفهام اللي هي كيف وأنا ومتى وأيانا وأين وأنا التي تخص الزمان والمكان والتي تخص الحال إذا جاء بعدها شبه جملة تهمل هذه شبه جملة ونتركها
ونذهب للفعل اللي بعدها. وايضا جاء سؤال بالامتحان الوزاري في قبل يعني في العام السابق ايضا بهذه الصيغه، نترك شبه جمله وننتقل للفعل ونعرف هنا متى بحبك للمشانق ارتقي، بحبك تركناها للمشانق تركناها، متى ارتقي السؤال، متى ارتقي، ارتقي فعل تام، اذا متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان السبب معللا ذاكرا القاعده تلاه فعل تام. احسنتم استاذنا. استاذ زين انت ردت، خلينا نشوف الاستاذ بس خليه واضح استاذ بالنسبه لاعراب المفرغ الاستثناء المفرغ طبعا المفرغ. الاستثناء المفرغ اي نعم بصورة عامة الطلاب يواجهون مشكلة في إعراب المستثنى، طبعا هو المستثنى موجود بالاستثناء المفرغ لأن المستثنى منه محذوف والجملة منفية، والنفي إما يكون نفي ظاهر أو نفي ضمني اللي هو النفي الضمني بأدوات الاستفهام، أو نفي بالفعل أبا أو بلا ناهية. فإذا هو الاستثناء المفرغ يجب أن يكون منفيا، يعني الجملة منفية وليست موجبة. المستثنى منه محذوف وباقي عندنا أداة الاستثناء والمستثنى، يعني عندنا بس ركنين بالجملة اللي هو أداة الاستثناء والمستثنى، أداة الاستثناء والمستثنى، أداة الاستثناء المستثنى، وهكذا. الطالب بن يريد يعرب الاستثناء أو المستثنى إذا يريد يعربه وما يصير عنده خطأ، أولا يكون يتأكد الاستثناء نوعا مفرغ، طبعا أكثر من طريقة، بعض الأساتذة بعض المدرسات يقولون نحذف أداة النفي ونحذف إلا إذا صارت الجملة مستقيمة الجملة تامة ما بي يعني ما بيها مشكلة الاستثناء مفرغ. هاي طريقة. الطريقة الثانية نحذف إلا وما بعدها، إذا كان الكلام قبل إلا مو تام يعني الاستثناء مفرغ، يعني يكون نقص بالجملة لأن هو المستثنى منه محذوف. فخلينا نجرب هاي التجربة. هسه احنا الأمثلة اللي أخذتها كلها استثناءها مفرغ ما نجح، أو أصلا حتى أداة النفي أحذفها وأقرأ نجح، جملة غير مفيدة، منو اللي نجح؟ الجملة غير مفيدة، إذن الاستثناء مفرغ. بعد أن عرفت الاستثناء مفرغ يعني تأكدت من عنده 100% والجملة منفية، أجي أعرب الجملة عادية، نجح فعل، نجح فعل، فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، الفعل ماذا يحتاج؟ إلى فاعل، إذن بعد إلا راح يكون فاعل، وهكذا. رأيت فعل والتاء فاعل، فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بتاء الفاعل والتاء فاعل، إلا سأتركها محمد مفعول به إذن يصير محمدا. ما سلمت إلا على، شبه جملة بعد إلا يعني أيضا الاستثناء مفرغ، فهاي شبه جملة. بهاي الطريقة قدرت أعرب المستثنى، بهاي الطريقة أعرب المستثنى في الاستثناء المفرغ. مرة نعرب عندي فاعل اللي هو محمد، ومرة نعرب عندي مفعول به، ومرة نعرب اسم مجرور. بالنسبة لأداة الاستثناء بالمفرغ انتبهوا لها أولادي بناتي، أداة الاستثناء بالمفرغ اسمها أداة قصر، أداة قصر أو حصر أو أداة استثناء ملغات. هذه نماذج من الأمثلة التعليمية، نماذج من الأمثلة التعليمية حتى تعرف شلون تتعامل مع المستثنى في الاستثناء المفرغ. قلت لك تغطي أداة الاستثناء أو تقرأ نجح، رأيت، سلمت، جمل غير مفيدة، إذن الاستثناء مفرغ. أخذ لك نماذج من النصوص القرآنية أيضاً وأطبق عليها نفس الحالة. طبعاً بالمناسبة عندي جملتين أنا، لو فعلية لو اسمية، جملة باللغة العربية لو فعلية لو اسمية، هذه جمل فعلية، هاي جملة جملة اسمية، نفس الطريقة أيضاً. محمد جملة غير مفيدة، أقراها بدون أداة نفي، إذا محمد اسم معرفة ورد في بداية الجملة يكون مبتدأ، رسول راح يكون خبر، الاستثناء مفرغ، إذن هاي أداة حصر أو أداة قصر أو أداة استثناء ملغات. نعم. لن يصيبنا إلا ما كتب، لن يصيبنا نفس الحالة، يصيبنا جملة متامة، فعل، النا راح شتكون، النا هنا مشكلة بابا لازم تنتبه لها، فعل زائد النا، فعل زائد النا، هسه أنا ما أدري هاي النا فاعل أو مفعول به. النا بصورة عامة ترد إما فاعل أو مفعول به، متى أعرفها فاعل أو مفعول به؟ فاعل إذا هي قامت بالعمل، فاعل إذا قامت بالعمل، مفعول به إذا وقع عليها تأثير الفعل والفاعل. فيصيبنا مو إحنا اللي يقمنا بالإصابة، مو إحنا اللي يقمنا بالإصابة، ما كتب الله لنا هو اللي أصابنا. فإذا هنا الما راح تكون فاعل، هسه أوضح لكم إياها شنو بالنسبة للما. فإذا فعل والنا هنا مفعول به، فعل مفعول به فاعل، فاعل تأخر.
طبعا هاي الماء قبل في بداية البرنامج سألتنا على أنواع الماء، هاي واحدة من أنواع الماءات الطلاب اللي يواجهون بها مشكلة. هاي الماء موصولة بمعنى الذي، هاي اسم موصول بمعنى الذي، والاسم الموصول دائما شيء جوارة صلة موصول، صلة موصول. هسه أنا أريد أوصل لإعراب المستثنى بعد هذا الشرح، فعل مفعول به وشون عرفناها مفعول به لأن وقع عليها تأثير. ما كتب اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. ذن مثالين أيضا مهمات بالكتاب، مهمات جدا ذن المثالين. لم يلبثوا إلا ساعة فهل ينظرون إلا ساعة. قاعدة أولادي بناتي، الفعل لبثة، الفعل لبثة، فعل والواو هنا فاعل، الفعل لبثة والفعل صام والفعل مكثة، دائما إذا يجي وراهن اسم راح يعرب مفعول فيه، شن عرب؟ مو مفعول به، مفعول فيه. فإذا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة، فإذا تنعرب مفعول فيه منصوب، مفعول فيه منصوب. واضح إن شاء الله، لأنها قاعدة مختصة بالفعل لبثة مكثة صامة. فهل ينظرون أيضا طبعا لبثوا جملة مو مفيدة، فإذا فعل فاعل مفعول فيه. فهل ينظرون بما أنه عندي هنا استفهام مجازي، إذا هذا أيضا راح يكون مفرغ. ينظرون جملة مو مفيدة، ينظر فعل والواو فاعل، إلا الساعة، الساعة هنا تنعرب مفعول به. ذن مثاليا أنا هسه أخذت من الكتاب، موجودات بالكتاب شرح المفرغ، موجودات شرح المفرغ. مثاليا مهمات جدا طبعا ذن المثاليين، الساعة متكررة مرتين، مرة هنا الساعة عربناها مفعول فيه، وهنا الساعة عربتها مفعول به. الطريقة اللي تعتمدون عليها اللي هسه ذكرتها بالبداية أني، الضم إلا وتقرأ الجملة قبل إلا. إذا كان الكلام مو تام ما بمعنى، يعني استثناء مفرغ، فتعرب إعراب عادي. وأداة الاستثناء تكون أداة حصر أو قصر. هذه أمثلة إن شاء الله وضحت من خلال هالفكرة. أحسنتم، عفوا، شكرا جزيلا على هاي الإضاحات. عفوا أستاذ، ممكن أضافة على الكلام اللي أضافه أستاذ عنود؟ بلي أستاذ، يعني اختار الأستاذ يعني مشكورا طريقة أنه نضع أيدينا على إلا والبعدها ونلاحظ هذه الطريقة. أحسن، هذا الطريقة جداً. الطريقة أوضح لهم الطريقة الأخرى، لا بأس أنه يستفيد من هذا الطلاب. ولدي الطريقة الأخرى، المثال اللي أخذه مثلا الأستاذ، ما نجح إلا محمد، نحذف النفي ونحذف إلا، نوع عنها أستاذ عناد. أريد نقطة مهمة تنتبهون عليها، عند حذف النفي وأداة الاستثناء، تحذف النفي وأداة الاستثناء، اللي يبقى عندك أمرين، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا كانت جملة اسمية، إذا مكونة الجملة الاسمية من أي شيء مكون الجملة الاسمية؟ من مبتدأ وخبر. إن كان قبل أداة الاستثناء مبتدأ، فأجزم إن ما بعدها هو خبر، مبتدأ ما بعده خبر. أما إذا كان ما بعد أو قبل أداة الاستثناء فعل وفاعل، أكيد اللي بعده إن كان فعل متعدي هو ما بعده مفعول به. أما إذا كان ما قبله مثلا فعل ومفعول به، أكيد ما بعده فاعل، لا يقبل نقاش. فعل لازم ما بعده فاعل، يعني جملة فعلية، تركيب الجملة الفعلية إذا لازم فعل وفاعل، وإذا متعدي فعل وفاعل ومفعول به وملحقاته. هذا بالنسبة لي اللي ذكرها على هذا التوضيح. نعم، أشكرك. ما أدري إذا عندكم بعد من الأسئلة اللي سألونا أستاذنا، يمكن سجلت في يمك. يعني أعتقد أغلب الأسئلة هنا يعني ما جاوبناها، ما عندنا في الشيء، لكن نكمل بعض الأمور اللي نتحدث عنها عن الـ عن الـ عن الإنشاء، عن الإنشاء. الإنشاء طالب عندنا طالب إنه الإنشاء، فذكرنا إنه نأخذ العنوان الإنشاء نضعه في وسط الصفحة من جهة اليمين، بداية الدفتر ابني من جهة اليمين أو بنتي من جهة اليمين، نترك مقدار كلمة أو كلمتين أو ترتيب، نترك من نبدأ من بداية السطر الأول. يفضل أن نبدأ. نأخذ اتصال معانا من بغداد. علي تفضل، من بغداد تفضل. علي، ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جملة بها أداة غير. نعم، جملة بها أداة غير، بلي أعرفها واستبدلها بأداة إلا، شلون؟ جملة، وين الجملة واتك؟
هي جملة يعني جملة ها ها يعني تريد مثال، تريد مثال نوخر نبدله، يعني قصدك انت غير اللي هي تخص الاستثناء. لا غير بأداة النفي. ها ها غير، تريد غير أداة النفي استبدالها به. اوكي ماكو مشكلة تأمر وليدي. بالنسبة نعم عندك سؤال آخر؟ سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر عيني علي. تفضل. شنو غير أداة نفي واستبدلها بأداة استثناء؟ لا مو بأداة استثناء، لا يقول غير أبدلها بأداة نفي. لا يعني قصده غير اللي تخص النفي مو غير اللي تخص الاستثناء. وليدي بالنسبة للغير عندنا اثنين بالمنهج مالتنا، غير اللي تخص الاستثناء تستبدل به إلا، هذه منتين من عندها. أما بالنسبة لي غير اللي تخص النفي، زين ابني هاي اللي تخص النفي ممكن نستبدلها بلا، ممكن أن نستبدلها بلا. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، ضع لا مكان غير مع الضبط. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن وخر غير، وخرت غير باباتي شيل الضمة الحركة مالتها خليها للمضاف إليه بعده، خلي قبلها لا. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن لا مجلوب، نقلنا حركة غير، ولا مصنوع، كررنا لا وجئنا بمعطوف مناسب آخر. مثلا الدرس غير صعب، الدرس غير صعب، الدرس مبتدأ وغير خبر، ونحن نعلم إن ما بعد غير يعرب مضاف إليه 100%، كل شيء يأتي بعد غير يعرب مضاف إليه، تمام ابني؟ ضع لا بدل غير. الدرس لا صعب، نقلنا حركة غير، هاي النقطة المهمة، نقلنا حركة غير اللي بعدها اللي هو المضاف إليه. الدرس لا صعب ولا سهل، الامتحان غير صعب، الامتحان لا صعب ولا سهل. واضح، تمام؟ شكرا جزيلا. معانا ابتهال من كربلاء، تفضلي بابا ابتهال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بابا. عندي سؤال بموضوع التمني والترجي. ماشي. سؤال عسى. نعم. وقت أعرفه تامة وش وقت ناقصة؟ نعم. ماشي. وعندي سؤال آخر. نعم. لا النافية للجنس، لا العاملة ولا المهملة، أريد شوية شرح مبسط عليهم. لا المهملة. نعم. ماشي. نعم. لا العاملة ممنونين، بسيطة. بالنسبة أهلا وسهلا. العسى عندما بابا بالنسبة للعسى تحتاج سبورة ترد تامة إن شاء الله، أخذ التالين عليها سبورة إحنا حتى الوقت الله. يكفي. نعم أستاذ. بالنسبة للعسى ترد تامة وترد نعم ناقصة. متى ترد عسى تامة؟ ترد عسى تامة إذا سبق، إذا جاء بعدها مصدر مؤول أن والفعل المضارع. مثلا عسى الكرب، خلنا ناخذ هذا المثال بداية ناقصة. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. مثال آخر، عسى أن تفعل الخير، عسى أن تفعل الخير. لاحظ هذين المثالين، لاحظ يا بنتي هذين المثالين، عسى ورد بعدها اسم وهنا ورد بعدها مصدر مؤول اللي هو أن تفعل أنت الخير، مصدر مؤول. إذا ورد بعد عسى مصدر مؤول هنا راح تكون عسى تامة. يعني شنو معناه تامة؟ يعني راح يكون المصدر المؤول في محل رفع، العفو المصدر المؤول راح يكون فاعل العسى، لأن هنا راح تكون تامة. أما هنا راح يكون اسم عسى، راح تكون عسى ناقصة. فعسى تكون ناقصة وتمعامل معاملة الفعل الناقص إذا جاء بعدها اسم ظاهر. أما إذا جاء بعدها مصدر مؤول، هذا المصدر المؤول راح بالنتيجة إيش راح يكون؟ راح يكون فاعل العسى، وعندها راح تكون تامة. أما هنا تكون ناقصة إذا جاء بعدها اسم ظاهر تكون ناقصة، وإذا جاء بعدها مصدر مؤول تكون تامة. تامة راح يكون المصدر المؤول هو الفاعل العسى. أحسنتم أستاذنا على هذا الإيضاح. ما أدري أستاذنا أستاذ لؤي إذا عندك جواب يمكن سؤال آخر. نعم، سئلتنا بنيتنا على لا النافية للجنس. نعم. لا النافية للجنس تعد هي من أهم
ما يحتاج مثال واحد او مثالين نعطيها فقط. فد مثالي لا النافيه للجنس تعد هي من اهم انواع لا. خوش. من اهم انواع لا. حقيقه هي بها شرطين. الشرط الاول ان يكون اسمها نكره، ان ياتي الاسم اللي بعده نكره، ونحن نعلم ان النكره نستطيع ان نميزها بطريقه بسيطه وسهله وهي ادخال ال التعريف عليها. شرطها ان ياتي بعدها الاسم نكره، واذا دخلت على معرفه، واذا دخلت على معرفه اهملت وتكررت. ووجب تكرارها اذا دخلت على معرفه اهملت وتكررت. الشرط الثاني الا يتقدم خبرها على اسمه، يعني ما يتقدم الخبر، الا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فاذا فصل فاصل بينها وبين اسمها اي تقدم الخبر اهملت ايضا وتكررت. احسنتم. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولاحظ اللا جاء بعدها ريب، ريب هو نكره، اذا هنا اللا نافيه للجنس، وريب هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لانه جاء مفردا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا الخير مكتمل ولا الشر، لا الخير مكتمل ولا الشر. لاحظي ابنيتي لا الخير لا دخلت على الخير، الخير معرفة، إذا هنا أهملت ويعرب ما بعدها مبتدأ، الخير مبتدأ، ولا الشر أيضا هنا أهملت لدخول على معرفة، وهنالك رأي آخر تعتبر الثانية زائدة للتوكيد. أحسنتم. لا فيها عفوا لا فيها لا فيها نعم ولا هم عنها ينزفون. إذن هنا أيضا لا فيها لما تقدم الخبر فيها، إذن هنا تقدم الخبر أصبحت مهملة. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا. أعزائي طلبتنا طلبة الصف السادس التطبيقي والأدبي، فاصل قصير ثم نعود ونكمل حلقة اليوم في مادة اللغة العربية. كرما لا أمرا، ابقوا معنا. اغفر لي يا ربي، جيت على بابك من حني خجلان من ذنبي، خجلان 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 من ذنبي. كم مرة أذنب وأعتذر تغفر لي يا ربي، جيت على بابك من حني خجلان من ذنبي. واتوسل انا برحمتك، ما عندي غير محبتك، يا من دعائي بس لك. كاشف هموم العلي يا مالك احساسي، كل لحظة اسمك اذكره في نبضي وانفاسي، في نبضي في نبضي في نبضي وانفاسي. يا كاشف هموم العلي يا مالك احساسي،
كل لحظة اسمك أذكره في نبضي وانفاسي. حبك ملاك كل العمر ورحمتك دوما تضر عمري بودادك من أعزائي طلبتنا طلبة الصف السادس التطبيقي والأدبي، نعود مرة أخرى ونكمل حلقة اليوم في مادة اللغة العربية. مادة قبل الفاصل كان عندنا يمكن أسئلة أساتذتنا. لا كنا نتحدث عن الإنشاء يعني. على الإنشاء. تفضل أستاذنا. الإنشاء. يعني أيضا أعزائي طلبتنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. أنا راح أتحدث عن الإنشاء. أي نعم. وإن كان أكو يعني سؤال طالب من خليه ينتظر يعني نقطع الكلام. يعني بس إيه؟ وياك أستاذنا ولو زحمة عليك. يعني ما أدري رأيك أنت، طبعاً رأيكم أنتم أساتذتنا بهذا المجال، إنه مادة الإنشاء مادة مهمة جداً يعني. نعم. يعني ما أدري يمكن 20 أو 25 درجة، يمكن الأدبي. الأدبي 25. الأدبي 25. والأحياء والتطبيقي 20. نعم. فهذه يعني درجة مو قليلة. طبعاً مو قليلة. يعني لازم الطالب يعني يذب جهده. تطبيق للمادة أستاذ، هي تطبيق للقواعد. آه بالضبط. فيعني لازم يهتم بها، يعني يرى لها أهمية. مو معنى شو ما كان يكتب. طبعاً. لازم يمون يكتب يعرف شلون يكتب. طبعاً يترك يعني اللغة بالضبط. الدارجة العامية ما يصير يستخدمها بالإنشاء. نعم ذكرنا أنه يذكر العنوان بوسط الصفحة، يترك مقدار كلمة أو كلمتين. يفضل أن يبدأ بجملة اسمية. بالضبط. أفضل شيء، لأن دائماً الجمل الاسمية جمل جميلة مترادفة، راح يعني تخلي الطالب يقدر يبدع بالنسبة للكلام. الابتعاد عن التكرار، تكرارات الكلمات. ننتبه نقطة مهمة، عندما يستشهد الطالب بآية قرآنية أو حديث نبوي، أرجوكم أبنائي ركزوا على النقطة هذه، عندما يستشهد بآية قرآنية يجب أن تكون الآية القرآنية آية قرآنية دقيقة حافظها ومتأكد من عددها 100%. أرجو أنه هي مو آية قرآنية حتى يعني مثلا حتى قال تعالى من ملكني عبدا، والله يذكرها بالموجودة بالمواضع إن شاء الله. ابني هذه أصلا هي مو آية قرآنية. فلازم ننتبه الآية القرآنية يعني نقل دقيق وحرفي، ما يصير احنا نتلاعب بها نهائيا على الموجود. ايضا الابيات الشعريه، بيت شعري هو ليس للمتنبي، ينسب هذا البيت للمتنبي. بيت شعري قال الشاعر، احسنت، قال الشاعر فقط ونذكر. مقوله او ماثور من القول لفلان من الناس او لشخص مثلا ينسب لشخص اخر. بيت شعري يعني ليس للامام علي عليه السلام، ينسب للإمام علي عليه السلام. يعني الأمور ما نذكرها، يفضل يعني نذكر فقط قال شاعر أو قال حكيم أو قال كذا. نعم. ويعني يترك هذا مما ورد في المأثور. مما ورد، أحسنت، بالمأثور هذا يكون المقدمة مالته مرتبة فد عدة أسطر. يفضل أنه يفارق بين الأسطر، عندنا اتصال، يفارق بين الأسطر أفضل يعني. بل هي أفضل هذه. نعم. عفوا، معانا اتصال رقية من كربلاء، تفضلي بابا رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بابا. شلون الفرق بين الاستفهامية وما المنفية؟ النافية، ما النافية قصدك بابا. ما الاستفهامية وما ما الاستفهامية وما النافية. واضح؟ نعم. زين، شنو بعد عندك سؤال آخر؟ لا 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 ماشي، هذا هو. بس الأستاذ يجاوبك عنه. نعم. موضوعك إيه؟ يرجع أنه يأخذ يفضل أنه يفارق بين الأسطر. بالضبط.
هو مو شرط، لكن انا افضل لان اغلب طلاب خطهم يعني مو ذاك الخط الجيد، فلذلك من يصير مزج بالكلمات اذا كان سطر فيفرق بين الاسطر. الدفتر يعني دفتر جدا يعني كافي، فارجو انه الطالب يكتب اكثر من صفحتين يعني من وجهه الاولى وجهه الثانيه، يفضل انه يكتب اكثر من صفحتين ثلاثه، لا باس انه لا باس بها يبدع بها. النقطه المهمه التي يجب ان ينتبه اليها الطالب، وهي انه انت امتحنت قبل العربي الاسلاميه، اكيد انت من ان شاء الله دخلت الاسلاميه او انت تفوقت في الاسلاميه او حافظ ايات قرانيه، حافظ احاديث نبويه، حافظ بعض الامور اللي هي من المباحث اللي تخص الموضوع الاسلاميه، ان ياخذ من هذه المواضيع اذا كان يعني نفس العنوان نفس الموضوع يضمنها هذا الموضوع مالته. بعد الان انت حافظ الادب دارس الادب، ممكن تستشهد من منهجك نفسه، هذا مو ما يعتبر هذا شيء خاطئ، بالعكس هذا يعتبر فد شيء يعني للطالب، ابداع للطالب جيد. انه ياخذ من الادب كثير من الشعراء الموجودين في منهجنا، هم شعراء بالمنهج السابق اللي الان يمتحنون طلاب نبي، شعراء العراق، الشاعر الحبوبي، الشاعر الجواهري، والكاظمي، وبدر شاكر السياب، ومصطفى جمال الدين، واغلب هذه القصائد تتحدث عن العراق، وتتحدث عن بغداد، وتتحدث عن المعشوق والمحبوب وغيرها من الأمور المبدعة التي تنفع الطالب. ممكن يضمن الأمور هذه تخص الموضوع، يأخذ من هذه يضعها بالمنهج، وأنا أضمن للطالب إذا استخدم هذه الطريقة يعني يحصل على درجة أو يحصل على درجة جيدة بالإنشاء، لأن الأستاذ هو اللي صححه مدرس سادس، فأكيد راح ينتبه أنه هذا الطالب له قابلية لأنه يعني يبدع ويأخذ من الأدب ويضع في موضوع الإنشاء. إضافة إلى ذلك أساليب اللي يدرسها بالقواعد، أسلوب الاستفهام، لا بأس أنه يأخذ من أدوات الاستفهام التي يستخدمها أغلب الكتاب، كتاب القصة والمقالة وغيرها من الأمور يستخدموها بالمواضيع الإنشائية، مواضيع التعبير، يأخذ من الإنشاء، يأخذ من الاستفهام، يضع في القواعد، يضع في الإنشاء، ياخذ من اسلوب النفي، اساليب اسلوب النفي عندنا ادوات كثيره بالنفي، ياخذها يضعها في منهج في موضوع الانشاء، ياخذ من الاستثناء، الاستثناء الذي ذكره الاستاذ عناد قبل قليل، يعتبر اسلوب الاستثناء المفرغ. نعم، افضل طريقه واجمل طريقه وابدع طريقه خلقها الله سبحانه وتعالى وضعها في القران الكريم، الاستثناء المفرغ، ما وما محمد الا رسول، وما محمد إلا رسول، أربع كلمات هذه الموجودة. نعم، هذه الموجودة الكلمات فيها موضوع نفي، وفيها موضوع استثناء مفرغ، وفيها موضوع توكيد قصر، وفيها موضوع أيضا، إذا نأخذ أمثلة أخرى نفس الأمثلة هذه الموجودة ذكرتها أو غيرها، نجد فيها تقديم أحيانا استثناء مفرغ وتقديم الخبر، ما على الرسول إلا البلاغ. نعم، ما على الرسول، هذه ما على الرسول إلا البلاغ، فيها نفي، وفيها استثناء مفرغ، وفيها تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، وفيها أسلوب توكيدي اللي هو مذكر الطالب. نعم. معانا اتصال بتول من كربلاء، تفضل يا بابا بتول. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا بابا. أستاذ اليوم مجي امتحان أحيائي سؤال. نعم نعم، سؤال، أي قلوب عليكم ليس ينصدعوا. نعم، ليش ما علبنا أي اسم استفهام مرفوع مبني، اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، سؤال شوف الجملة ليش ما علبناها، ليش علبناها في تسميتي باباتي، شبه الجملة يعني من اختارها شبه الجملة إلا أن تكمل المعنى وتتمم المعنى، يعني شبه الجملة لو قلنا أي القلوب عليكم، أسألك هل هذا المعنى تام؟ هل هذا الكلام واضح؟ طبعا لا. أي القلوب عليكم ليس ينصدع، أي القلوب ليس ينصدع، وأي نوم عليكم ليس يمتنع. نذهب إلى ليس ينصدع، ليس يمتنع، هنا نجد ليس فعل ماضي ناقص، والفعل الماضي الناقص يدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، يرفع المبتدأ اسم له ينصب الخبر، هنا جاء بعدها ينصدع وجاء بعدها يمتنع، هذا فعل، الفعل عندما يأتي بعد الفعل الناقص أكيد يكون خبر، إذن هنا فعل ناقص استوفى خبره،
وهنالك في الإعراب الأول من أسماء الاستفهام اللي هي من وما ومن ذا وماذا وأي الدالة على الذات العاقلة وغير العاقلة التي يتلوها المضاف إليه عاقل أو غير عاقل. تعرب هنا أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والقلوب مضاف إليه وهو مضاف ونوم مضاف إليه. السبب القاعدة تلاه فعل ناقص استوفى خبرا. واضح بابا؟ أهلا وسهلا أستاذ. عندي بعد سؤال. تفضل يسألي بابا. لو أستاذ متحدث كان عارف استثناء تام لو منقطع يعني متصل لو منقطع. يا سؤال بابا يا سؤال. هو أي سؤال كان عارف من استثناء تام منتصل لو منقطع. تام متصل أو تام منقطع. نعم إن شاء الله إن شاء الله. ماشي نعم إن شاء الله. بعد إن شاء الله سؤال جاهز. آخر ماكو خلينا نوضح. اهلا وسهلا بكم. رقيه كان عندها سؤال عن مال استفهاميه. نعم. بالنسبه لرقيه من كربلاء كان سؤالها عن مال استفهاميه كيف افرق بين مال استفهاميه وما النافيه. بابا نعم. بالنسبه للاستفهام هو طلب يعني سؤال ونصوص كثيره اذا تطلعين عليها وتقرينها راح تشوفين اكو طلب. يعني مثلا قال تعالى ما تلك بيمينك يا موسى ما تلك بيمينك ده يسال ماذا قرأته ماذا اشتريته هذا سؤال. فإذن الاستفهام هو اسلوب طلب او هو سؤال هو الطلب بصوره عامه يعني واضح يعني يريد من عندنا اجابه او انتباه. فإذن هذا بالنسبه للاستفهام. اما بالنسبه للنفي فالنفي اخبار. قال تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. ما ابرئ نفسي ده يخبر. فإذن الفرق بين الاستفهام وبين النفي الاستفهام هو سؤال طلب. أما بالنسبة للنفي فهو أخبار. ما نجح الطالب ما قرأ الطالب واضح. لكن عندما نقول ما قرأته ما قرأته أخاطب شخص فهذا راح يكون استفهام. أحسنتم أستاذنا. بالنسبة لسؤال بتول ده تكتب أستاذ لو شنو على شنو عندك احنا قبل بداية البرنامج جاوبنا على هذا. طيب السؤال. طيب حسين من البصرة تفضل. نعم حسين تفضل. تفضل عيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي. عندي سؤال على شأن القضية الفلسطينية. نعم. عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان محذوفين لو داخلين كلهم. بالنسبة للأدبي أو للأدبي مو الأدبي التطبيقي. أنت أدبي؟ أدبي. أدبي. بالنسبة للأدبي الشعر عبد الرحيم محذوف. وفدوى طوقان محذوفة. واضح أني هاي حذوفات الأدب. إيه؟ حذوفات الأدب بالنسبة للأدبي عبد الرحيم محمود محذوف فدوى طوقان. يبقى عندك من هو الشاعر المهم جدا اللي هو محمود درويش. هذا الشاعر يعني 100% عليه سؤال 100% عليه سؤال. واضح واضح ابني إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. زين. طيب استاذنا اللي سألته بتول عن موضوع اللي انت شرحته قبل بدايه البرنامج كيف نميز بين المنقطع والمتصل. بابا بالنسبه للمنقطع هو اختلاف بالجنس او اختلاف بالصفه. نعم. اختلاف الصفه قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. اللغو هو كلام والسلام كلام لكن السلام كلام مفيد واللغو كلام غير مفيد. فاذا هذا يعتبر منقطع اختلاف بالصفه. لا يذقون فيها إلا حميم لا يذقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا. قال تعالى لا يذقون فيها بردا وشرابا إلا حميما غساقا. اثنينات النوع من الماء لكن هذا ماء بارد وهذا ماء اللي هو الحميم يعني ماء حار جدا. فإذا هذا معنى المنقطع. أما بالنسبة للمتصل فهو تشابه تشابه. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين آمنوا هم للإنسان وهكذا. لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أيضا الامرأة هي من جنس الأحد. فمتى ما كان تشابه بالجنس أو تشابه بالشكل فراح يكون الاستثناء أو تشابه بالصفة أحيانا راح يكون الاستثناء تام متصل. ومتى ما كان اختلاف بالصفة أو بالشكل راح يكون منقطع. أحسنتم أستاذ. معانا حسن من النجف. تفضل حسن. تفضل حسن. وعليكم السلام ورحمة الله. عزيزي أهلا حسن أستاذ.
استاذ اكو طريقه هاي بالنافيه بس ما اعرفها يعني ما متاكد من عندها صح او غلط فاجل اسالكم عليها. طريقه بيش حتى اسمع الطريقه انه هي توخر الماء وتخلي ليش اذا صار على استقام المعنى نعم فهاي ما نافيه واذا عندك واذا توخر الماء وتخلي الذي فهذا اسم موصول واذا ما استقام فهاي اسم استقام. ابني بس انتبهوا يا هذا كلامك صحيح 100% اصلا احنا من اخذنا الجمله هسه راح اوضح لك هسه بس لحظه راح اوضح لك احنا من اخذنا ليس وراها شرحنا لكم الاساتذه بسرعه ما بالعراق كله يشرح ليس وراها يشرح ادوات تعمل عمل ليس تط معنى ليس اللي هي ما الحجازيه او ما المهمله وان او لاته فمتى ما قدرت تخلي ليس بمكانهن اذا ذن الادوات نافيات بالنسبه لما وبالنسبه لان اما بالنسبه لاته فمنتين من عندها هي نافيه واضح ان شاء الله. يا هي استاذ قلت لك الادوات اللي تعمل عمل ليس اللي احنا من نشرح الماده نشرح ليس نشرح ما وان او لات يا حسن فالما بها نوعين لو عامله لو مهمله سواء كانت عامله او مهمله اذا داخله على جمله اسميه فنقدر نخلي مكانها ليس اذا خلينا مكانها ليس واستقام الكلام فهاي راح تكون تكون ما نافيه نعم نافيه نعم. وراها جمله اسميه اذا مهمله اما لان نفس الحاله وكذلك بالنسبه للات اللات واضحه تعرفها انت نافيه تمام نعم بالتوفيق ان شاء الله اتصالك يا حسن شكرا للاتصال اعتقد توضيح هذا ماشي عين استاذ لؤي جاهز حبيبي ان شاء الله تفضل استاذ بين ما يجاوب استاذ لؤي بابا بالنسبه للأدبي والتطبيقي إن شاء الله بكرة امتحانكم كل التوفيق بابا حاول بالبداية تجاوب الأدب جاوب الأدب والسؤال اللي يستوقفك حاول تتجاوزه لا تضيع وقتك بيه لأن ترى الوقت صح 3 ساعات بس 3 ساعات ما تكفي لك يعني اليوم الطلاب اشتكى هواية قالوا الوقت ما يكفي 3 ساعات فجاوب الأدب أول مرة حتى ما تنسى وبعدين انتقل للقواعد وبعد ذلك للإنشاء لأن القواعد ترى ما ياخذ وقت يمكن القواعد ساعة 3-4 ساعة كافية عليها لكن الأدب لا يحتاج لوقت يحتاج لتفكير خصوصا أكو شعراء مشابهين حياتهم مشابهة بالتوفيق إن شاء الله. أحسنتم أستاذ تفضل عين أستاذ لؤي. نعم أستاذ بالنسبة لسؤال مهم جدا ونمط بالأسئلة الوزارية بدأ يتكرر بالسنوات الأخيرة وهذا السؤال هو موجود حصرا في الكتاب المنهجي لكن مع الأسف الشديد أغلب أبنائنا يعزف عن الكتاب ويبقى فقط على الملزمة الخاصة للأستاذ. حقيقة نحن لا نظلم مسألة الملزمة الملازم هي توضيح وشيء مبسط للطالب لكن في الوقت نفسه لابد للطالب أن يعود للكتاب ولأن الكتاب المنهجي هو الأساس الذي نستند عليه. هذا جدول يبين تحويل الجملة الفعلية والإسمية من مثبتة إلى منفية مع مراعاة دلالة الجملة على الزمن. لا تخلو الأسئلة الوزارية للسنوات الأخيرة من هذا السؤال. قد يرد السؤال بصيغة انفي ما تحته خط بأداة نفي مناسبة مع مراعاة دلالة الزمن. كتب الطالب الدرس. نجد في المثال الأول هنا الفعل كتب هو فعل ماض والطالب فاعل والدرس مفعول به. إذا طلب مني نفي هذه الجملة كتب الطالب الدرس نستخدم الأداة لم يكتب الطالب الدرس. انتبه ابني إلى نقطة مهمة هنا لم أداة نفي وجزم وقلب لاحظ الفعل اللي بعدها ماذا يكون ساكن. أحيانا انفي الجملة مع الضبط بالشكل يجب أن نضبط الحركات. هنا نلاحظ الباء ساكنة والألف ساكنة ماذا التقى؟ ساكنين التقى ساكن إذن إذا التقى هنا الساكن مع الساكن في هذه الحالة ماذا يفعل الطالب؟
يكسر نقول لم يكتب الطالب، نقول يكتب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وكسر لالتقاء ساكنين. قد كتب، بماذا تختلف هذه الجملة عن التي قبلها؟ هنا قد كتب، قد حرف تحقيق وتوكيد بشرط أن تدخل على الفعل الماضي. قد كتب دخلت على الفعل الماضي، ما الأداة المناسبة لنا في هذه الجملة؟ لما يكتب الطالب الدرس. أيضا لما بننتبه عليها، أيضا لما أداة نفي وجزم وقلب، نلاحظ الفعل بعدها أيضا مجزوم، وأيضا هنا أيضا هنا سكون، ماذا التقى؟ ساكن مع ساكن. إذن هنا أيضا يكسر الفعل وصير لما يكتب الطالب الدرس. أيضا بالإعراب يكتب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وكسر لالتقاء ساكنين. هنا يكتب الطالب الدرس، يكتب الطالب الدرس، هنا يكتب هذا فعل مضارع، والكل يعلم أبنائي الطلبة بناتي، الكل يعلم الفعل المضارع إذا لم ترد معه قرينة قرائن الزمن يعني مستقبل أو حال، هنا يختص بالحاضر والمستقبل. إذن هنا ما الأداة المناسبة لنفيها؟ ما الأداة المناسبة؟ نسأل نفسنا، نستذكر ما الأداة التي تنفي الزمن الحاضر والمستقبل؟ الجواب هي لا الداخل على الفعل المضارع. إذن يكتب الطالب، لا يكتب الطالب الدرس. ما الذي حدث؟ أدخلنا لا على الفعل المضارع زمن الحاضر والمستقبل، يعني زمن الحال والاستقبال. لماذا نفينا بلا؟ نفينا بلا لأن لا إذا دخلت على الفعل المضارع تنفي الفعل في الزمن الحاضر والمستقبل. سؤال آخر إضافة لما ذكر، هل من الممكن أن تكون لا لنفي الحاضر فقط؟ الجواب نعم، بشرط ورود قرينة الحال. هنا يكتب الطالب الدرس الآن، الآن هنا أصبح الفعل المضارع هذا مضارع، لكن ما هو زمنه؟ الزمن حاضر، الزمن حال. إذن ممكن ننفي، ننفي أيضا ممكن ننفي، ننفي بلا. لا يكتب الطالب الدرس الآن، ممكن ننفي بأداة أخرى أيضا ممكن، ممكن ننفي بما، ما يكتب الطالب الدرس. لكن ما الفرق بين النفي بما والنفي بلا؟ النفي بلا إذا اختصت بزمن معين هو حاضر أو مستقبل يجب أن ترد معها قرينة زمنية. لا يكتب الآن هذا حاضر. أما بالنسبة لما إذا دخلت على الفعل المضارع هنا تخلص الفعل للحال بدون قرينة زمنية، تخلص الفعل للحال بدون قرينة زمنية، أي إنها تنفي الفعل المضارع دون الحاجة إلى الآن. جاء سؤال في الامتحان الوزاري، قل لا أسألكم عليه أجر وما أنا، إذن لا أسألكم هنا لا دخلت على، أو ما أسألكم عفوا، ما أسألكم عليه من أجر، هنا الما دخلت على أسألكم. هنا الما هل يجوز استعمال الآن معها؟ هل يجوز استعمال الآن معها؟ ما أسألكم عليه من أجر، هل يجوز استعمال الآن معها؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنها تخلص الفعل للحال بدون قرينة زمنية. ننتبه للمثال اللي بعده، قد يكتب الطالب الدرس. هنا قد بماذا تختلف عن قد التي ذكرناها قبل قليل؟ قد دخلت على الفعل الماضي نفيناها بلما زائد الفعل المضارع، أما هنا قد التي
تدخل على الفعل المضارع قد زائد مضارع. ما الفرق بين الاثنين؟ هنا قد حرف توكيد وتحقيق، أما قد هنا بالعكس حرف تقليل أو تكثير، أي لا علاقة لها بالتوكيد. إذن هنا بماذا تنفى الجملة؟ قد لا يكتب الطالب الدرس. هنا قد لا يكتب، نفينا هذه الجملة بقد زائد لا زائد فعل مضارع، أي وضعنا بين قد والفعل المضارع لا، قد يكتب قد لا يكتب. جاء في الامتحان الوزاري قد يسامحك أبوك، قد يسامحك، إن في ما تحته خط، الجواب قد لا يسامحك، قد يسامحك، إن فيها قد لا يسامحك. يكتب الطالب الدرس غدا، أيضا ابني راح نرجع هنا نجد قرينة موجودة، قرينة غدا، ما هي القرينة غدا؟ على أي شيء تدل؟ تدل على الزمن المستقبل. إذن بما أنه هذه القرينة تدل على زمن المستقبل، ما الأداة المناسبة لنا في هذه الجملة الفعلية يكتب الطالب الدرس غدا؟ هنالك أكثر من أداة لنا في هذه الجملة، ممكن أن نستطيع أن ننفي هذه الجملة أيضا بلا، وذكرنا ذلك قبل قليل، إنه لا تختص بالدخول على الفعل المضارع وتنفيذ الزمن الحاضر والمستقبل، ولكن إذا جاءت قرينة مع الفعل المضارع واختص بزمن معين سواء كان حاضرا أم مستقبلا فإنها ممكن أن تدخل عليه وتختص بهذا الزمن. إذن يكتب الطالب الدرس غدا، ممكن أن ننفيه نقول لا يكتب الطالب الدرس غدا. أيضا وضعنا مع لا قرينة الزمان اللي هي غدا وزمنها مستقبل دون حذف القرينة، لأنه بحذف القرينة هنا يتحول زمن حاضر ومستقبل، وما ممكن يكون الحل صحيح. جاء سؤال في الامتحان الوزاري لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا يسلم الشرف الرفيع، انفي لا يسلم أو استبدل أداة النفي لا يسلم بأداة لنفي المستقبل، أداة لنفي المستقبل مر بقرينة زمنية ومرة أخرى بدون قرينة زمنية، مر بقرينة زمنية ومرة بدون قرينة زمنية. يكتب الطالب الدرس، هاي هنا لا يسلم أيضا نستبدلها، إذا أردنا استبدالها بأداة لنفي المستقبل مر بقرينة ومر بقرينة، ماذا نقول؟ نقول لا يسلم الشرف الرفيع غدا، هذه بقرينة، أما بدون قرينة لن يسلم، بدون قرينة لن يسلم. إذن نضع أداة النفي لن يكتب الطالب الدرس. السؤال أبنائي، لن أداة نفي ونصب تختص بالمستقبل، بل تعد أقوى أدوات النفي للزمن المستقبل بدون قرينة زمنية ونفيها مؤكد. لن يكتب الطالب الدرس، هل تحتاج قرينة زمنية؟ الجواب لا تحتاج قرينة زمنية. هنالك شاهد في الكتاب أو ما ذكر في الكتاب، ذكر في بعض الأسئلة اللي هي والله لن يصلوا إليك، منسوب هذا البيت أستاذ علاء يمكن منسوب لأبو طالب، يمكن لأبي طالب، يمكن منسوب، يمكن يعني حسب الكتب اللي موجودة. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طالب يرتبك يا أستاذ، قبل قليل ذكرت لن نفيها مؤكد، كيف هنا سبقة القسم؟ هنا يخرجوها على أن القسم ليس له علاقة بلن، هنا مجرد كلام ارتجالي، لأنه كلام ارتجالي ذكر من أجل أنه توضيح الصورة فقط، وهذا لا علاقة له بلن، لأن لن نفيها مؤكد لا تحتاج إلى قسم، بل هنا امتنع توكيد الفعل بدخول لن عليه رغم سبوقه بقسم، رغم أنه مسبوق بقسم،
والله لن يصلوا إليك. هنا لو أردنا أنه نأكد الفعل ما نقدر نأكد الفعل، أي أنه أكد بالقسم وامتنع توكيد الفعل بسبب وجود لن، أي أن لن لا تحتاج إلى 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 قرينة زمنية أو تحتاج إلى قسم نفيها مؤكد. هذا بالنسبة لي المثال. يكتب ما يأتي بعد لن، يكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. علامات النصب أبنائي قليل من الطلاب يعني يخطئون بها، وإن شاء الله القسم الأكبر يفهمه ويعرفه. إذا كان الفعل صحيح الآخر ينصب بالفتحة، وإذا كان معتلا، هاي مهمة أبنائي، إذا كان معتلا بالواوي أو الياء. لن يدعو، لن يرمي تظهر، يعني لن يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة رغم أنه معتل، هاي انتبه عليها. ولن يرمي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة. أي حالة هي الفتحة المقدرة؟ فقط حالة واحدة، إذا كان معتل الآخر بالألف. لن يأبى، يأبى فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها، هنا ممنوع ما تظهر على الألف. أما بالنسبة للفعل من الأفعال الخمسة، ابني صيغة الأفعال الخمسة، صيغة الأفعال الخمسة هو فعل مضارع أسند إليه واو ونون أو ياء ونون أو ألف ونون. هنا يكتب، يكتبون، تكتبون الغائب والمخاطب، يكتبان وتكتبان، تكتبين، خمسة صيغ. هذه الصيغ تجزم بحذف النون وتنصب بحذف النون. لن يدرسوا، لن يكتبوا، لن يقرأوا، واضح؟ لن يفشلوا. إذن هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والألف والياء اللي هي الضمائر، هذه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذه بالنسبة لي هذه جول. نكمل. سيكتب الطالب الدرس، سيكتب الطالب، بماذا ننفي هذه الجملة؟ ننفي هذه الجملة أيضا بلن، لن يكتب الطالب الدرس. لماذا نفينا هذه الجملة بلن؟ لأن الفعل مسبوق بقرينة اللي هي السين، السين هي مستقبل، وأيضا هنا سوف، أيضا هنا سوف مستقبل، مستقبل. ما الفرق بين، ما الفرق بين السين وسوف؟ السين للمستقبل القريب، قريب. سوف للمستقبل البعيد. أيضا هذه الجملة تنفى أو ننفيها ب لن يكتب الطالب الدرس. هذه بالنسبة لنفي الجملة الفعلية. نكمل نفي الجملة الاسمية لو يعني عندكم. بالنسبة للجملة الاسمية، الجملة الاسمية اللي أمامك أبنائي، الطالب اسم وجاء في بداية الكلام، ماذا يعرب؟ مبتدأ. ماذا يحتاج المبتدأ؟ يحتاج المبتدأ إلى خبر. بما أنه هذه جملة اسمية، ممكن ننفي الجملة الاسمية بأداة تدخل على الجملة الاسمية. ما هي الأداة التي تدخل؟ اسأل نفسك، ما الأداة التي تدخل على الجملة الاسمية؟ هنالك أكثر من أداة، لكن الأداة اللي هي الأساس والتي يبنى عليها بعض أدوات النفي اللي هي ليس. ليس الطالب غائبا. ما الذي حصل لهذه الجملة الاسمية؟ ابني الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، عند دخول الأداة ليس على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، تدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر. هذه ليس ننتبه عليها ونخلي بالنا، ليس اسمها الذي يأتي بعدها إما يأتي اسما ظاهرا، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، ليس العطاء من الفضول سماحة، العطاء اسمها من الفضول، شبه جملة نتركها، مو دائما شبه الجملة بعد ليس نأخذها، لأنه شبه جملة نختارها فقط إذا تممت المعنى. ليس العطاء من الفضول سماحة، سماحة خبر، لماذا خبر؟ لأنه اسم منصوب يكمل المعنى ويتمم المعنى. ممكن أن يأتي اسم ليس ضمير متصل، ولست أبالي بعد فقدي مالكا، لست أبالي، لست أبالي، واضح؟ ليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوت به صوتا أو صدا. ليسوا هنا، ليس الواو اسمها، ليس من هواي ولا شكلي، ليس ألف الاثنين، لست عليهم
الآخري. إذا هنا ليس ممكن أن يأتي اسمها ضمير متصل، ممكن أن يكون اسم ليس أيضا ضمير، ما موجود ضمير مستتر، ضمير مستتر. واضح؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، لاحظ ابني هنا من أهلك، جاءت بعد شبه جملة، شبه الجملة هنا، شبه الجملة في محل نصب خبر ليس. السؤال أين الاسم؟ الاسم هنا ضمير مستتر تقديره هو، إذن ممكن أن يأتي ضمير مستتر. ممكن أن يأتي اسم ليس مصدرا مؤولا، المصدر المؤول مكون من أن زائد الفعل المضارع أو ما زائد الفعل الماضي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر، هنا تقدم الخبر. غالبا قاعدة هي 100%، لكن غالبا إذا جاء بعد ليس أو جاء اسم ليس مصدر مؤول غالبا ما يتقدم الخبر ويتأخر المصدر المؤول. ليس البر، خبر ليس مقدم. أن تولوا، أن مصدرية ناصبة، تولوا فعل مضارع منصوب علامة نصبية حرف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول، والمصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. ممكن أن يأتي مصدر مؤول ما زائد الماضي، ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان، للإنسان هي شبه جملة في محل نصب خبر ليس مقدم. ما سعى ما مصدرية، وسعى فعل ماضي، والمصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. هذا بالنسبة للاسم. الخبر ذكرناه ممكن أن يأتي شبه جملة، الخبر ممكن أن يأتي جملة فعلية، الخبر ممكن أن يأتي اسم. إذن ليس الطالب غائبا. أكثر أداة تستعمل أو أقوى أداة أو أوضح أداة أو أشبه أداة بليس هي ما الحجازية العاملة عمل ليس. لكن ما الفرق بينها وبين ليس؟ الفرق بينها وبين ليس، ليس تعمل بدون قيد أو شرط، يعني ليس تعمل سواء تقدم الخبر تأخر الخبر جاءت إلا. أما بالنسبة لما الحجازية، ما الحجازية، ما الحجازية العاملة عمل ليس اللي يسألون عليها أكثر من طالب. أنا عفواً أستاذ أنه أطاليت بالجسمة لأنه أغلب الأسئلة يسألونها صار بها توضيح، يعني مجرد عن البرنامج هذا أنه وضحت أمور أخرى. نعم أكيد بها فائدة. فإذا ما الحجازية العاملة عمل ليس تعمل عمل ليس بشرطين، شرطين. الشرط الأول أن لا يتقدم خبرها على اسمها، ما يتقدم، إذا تقدم اسم على خبرها أهملت. الشرط الثاني أن لا ترد إلا بين معموليها، إذا جاءت إلا بين معموليها بين الاسم والخبر أهملت. ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، هذا اسم ما بشرا خبرها. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، ما كل ما فوق البسيطة كافيا. إذن وما الحسن في وجه الفتى شرفا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي. إذن هنا ما في كل أمثل عامل لأن جاء اسمها ما بعدها خبر. أما الحالة الأخرى اللي هي أيضا إذا جاءت إلا بين اسمها وخبرها هنا أهملت، وأيضا إذا تقدم خبرها على اسمها. وما عجب موت المحبين في الهوى ولكن حياة العاشقين عجيب. وما عجب، هنا تقدم الخبر، عجب خبر نكرة، موت المحبين مبتدأ. إذا وجدت هاي، هذا أنا أركز لك عليه ولدي، هذا مهم جدا، هذا المثال موجود بالكتاب. وما عجب موت المحبين، وما عجب موت المحبين في الهوى ولكن حياة العاشقين عجيب. ابني الطالب هنا يشتبه ويرتبك في تحديد المبتدأ والخبر. هنا عجب النكرة وموت المحبين معرفة، أنت في مخيلتك ومن ضمن معلوماتك ومن أبجديات اللغة العربية التي تعرفها أن المبتدأ هو الاسم المعرفة. إذن إذا جاءت بعد ما هنا نكرة اسمين، النكرة بمعرفة، أنا أسألك أيهما أقوى، أيهما أقوى، المعرفة أم النكرة؟ أكيد المعرفة أقوى. إذن هنا المعرفة هي المبتدأ مؤخر، أما النكرة هي خبر مقدم. إذن ما نوع ما التي سألت علينا، أسألت عليها أكثر من طالبة أو طالب، ما نوع ما؟ هنا ما مهملة. لماذا مهملة؟ لتقدم الخبر على الاسم.
اجعلها عاملة وما موت المحبين عجبا. ماذا فعلنا؟ أعدنا المبتدأ إلى نصابه إلى مكانه، ومن ثم حولنا الخبر اللي هو المرفوع هنا خبر مرفوع للمبتدأ وجعلناه منصوبا. لماذا؟ لأن ما ترفع الأول اسما لها اسم ما المحبين مضاف إليه عجبا خبر ما الحجازية. إذن نعود إلى هذا المثال. ما الطالب غائبا. لماذا وضعنا هذا المثال؟ أيضا لأن ما تعمل عمل. ممكن نستخدم أيضا أدوات أخرى اللي هي إن العاملة، لكن نكتفي بمثالين فقط. انتبه ابني لهذا المثال أيضا، هذا أؤكد عليه وركز عليه، ممكن أن يأتي في الامتحان الوزاري أيضا، مهم جدا، وهذا الشيء هو مذكور في المنهج. وطبعا هذا الكلام أستاذنا الغالي، هذا الكلام هو موجود في الكتاب المنهجي صفحة 50، الكتاب القديم، بعد يمكن الكتاب الحديث ممكن يقول صفحة أو صفحتين فرق، لكن تأكد أنه من عند أستاذ عناد 50، صفحة 50 مضبوط. إذن هذا موجود صفحة 50، هذا موجود 50. أتمنى أنه الطلاب هذا ما يهملوا، هذا كله شرح مفصل عن هذه اللي هي صفحة واحدة تلخص أكثر من 20 أو 30 صفحة. هنا الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. الأولى الطالب غائب، هذه طبعا هنا الجملة الإسمية، هاي الجمل الإسمية. الفرق بين الجمل الإسمية والجمل الفعلية ذكرناها قبل قليل. الآن الجملة الإسمية عن الجملة الإسمية الأخرى. هذه الجملة الأولى الطالب غائب جملة إسمية لا توكيد فيها. أما الجملة الثانية، انتبهوا أبنائي، إن مكسورة الهمزة مشددة النون، هذه أسميها إن حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. ما هو عملها؟ تدخل أيضا على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، لكن تنصب الأول اسما لها، الطالب اسم إن، غائب خبر إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. قد يتصور طالب لا تشابه بين المثالين أو لا فرق بين المثال، لا لا لا، هنالك فرق كبير. هنا عندما ننفي هذه الجملة ننفيها بدون توكيد، أما هنا عند النفي نقول ليس الطالب بغائب. ما اختلاف هذا المثال عن هذا؟ ماذا جئنا؟ جئنا بالباء، هذه الباء زائدة للتوكيد. لماذا جئنا بهذه الباء الزائدة للتوكيد؟ هذه الباء جئنا بعوض عن من؟ عن إن اللي هي حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد. حرف مشبه بالفعل ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد. أيضا ما الطالب بغائب، ماذا جئنا؟ جئنا أيضا بالباء زائدة للتوكيد. لماذا جئنا بالباء الزائدة؟ أيضا لنفس السبب، لأن إن حرف مشبه بالفعل ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد. هنالك طريقة أخرى. قبل قليل طالبة سألتنا عن لا النافية للجنس، وذكرنا أنه لا النافية للجنس هي أهم أنواع لا وأكثرها أهمية، لأن أنواع لا التي درسناها 14 نوع من أنواع لا هي نافية غير عاملة، ما عدا العاطفة نعتبرها تعطف اسم على اسم أو شبه جملة على شبه جملة ولا تعطف الجمل. أما بالنسبة للا النافية للجنس فهي أهم أنواع لا، لأنها تعمل عاملة. هذه اللا النافية للجنس تعمل عمل من؟ عمل الحرف الناسخ. جاء في الامتحان الوزاري السؤال، اجعل لا عاملة عمل الحرف الناسخ، حدث الضجة،
والطلاب اعترضوا سؤال خارجي وكذا. لا، لا يوجد سؤال خارجي. هذه إن تسمى في اللغة العربية حرف ناسخ، ينسخ المبتدأ والخبر، ناسخ. فإجعل عندما يأتيك سؤال يقول اجعل لا عامل عمل حرف الناسخ، نفكر بأنه يقصد هاي لا، يقصد لا النافية للجنس، فنقول سؤال ما هو عمل لا نافية للجنس؟ تعمل نفس عمل إن، تنصب الأول اسما لها. إذا نقول لا طالب غائب. انتبهوا أبنائي ماذا حدث، ماذا حصل؟ حولنا المعرفة إلى شنو يعني؟ إلى نكرة. لماذا أبنائي حولنا المعرفة إلى نكرة؟ ما السبب؟ ما السبب الذي جعلنا نحول المعرفة إلى نكرة؟ لأن شرط من شروط عمل لا نافي للجنس أن يكون اسمها الذي يأتي بعدها هو نكرة، وإذا دخلت على المعرفة تهمل وتتكرر. إذن لابد أن يكون الاسم، وهنا لا نافي للجنس طالبة، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، هذا الإعراب. اسم لا إذا جاء مفرد، اسم لا كل أنواع لا، العفو كل الأنواع الاسم اللي يجي وراها إذا كان مفرد هو إعراب واحد. طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، إذا كان مثنى مبني وهكذا إلى آخره، على الياء والمذكر إلى آخره، والجمع المؤنث سالم مثل لا مجدات مبني على الكسرة بدل الفتحة، إذا جمع مذكر سالم وهكذا إلى آخره. طالب اسم لا مبني على الفتح لأنه مفرد، لا مضاف ولا شبيه مضاف، غائب خبر، لا مرفوع علامة رفعه الضم. هذا بالنسبة للمثال. أما المثال الأخير أيضا هذا أبنائي مثال مهم جدا جدا، وهذا أيضا وزاري، وممكن تأخذ الكتاب صفحة 50 وتقرأ هذا المثال، تجد هذا المثال هو نصا موجود سؤال وزاري ورد في السنوات السابقة قبل سنة أو سنتين. لقد كنت غائبا. هنا اللام لام التوكيد، هنا قد حرف توكيد، هنا كنت فعل ماض ناقص. ما الأداة المناسبة لنفي هذه الجملة؟ انتبه عليها ابني. نقول والله ما كنت غائبا، والله ما كنت غائبا. بماذا نفيت؟ نفيت بما، وماذا وضعنا قبل ما؟ وضعنا قبل ما قسم، والله قسم. الواو حرف جر وقسم، الله مقسم به مجرور، إذن هنا هذا القسم وهذه الما نافية غير عاملة للماضي. وبعدها خلينا الجملة على طبيعتها. أرجو أنه قد وفقت بنقل هذه النقطة المهمة والأساسية الجوهرية، وعرجت على مواضيع عدة مواضيع سألوا عنها أو لم يسألوا عنها. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح. وحقيقة هو الطالب حقيقة بهاليوم يحتاج إلى هكذا توضيح لأمور مختلفة في الكتاب المنهجي. أعود إلى الأستاذ عناد. نعم أستاذ. عندك سؤال بعد من الأسئلة المهمة بالنسبة للطلاب؟ والله بالنسبة أو سؤال أنا تقليدي دائما أسأل الأساتذة اللي يحضرون، أقولهم ما السؤال الذي كنت تتمنى أن يسأل عنه الطلبة ولم يسألوا عنه؟ بالنسبة للنفي وتعتبره مهم. أوفى أستاذ لؤي من جميع جوانبه، خصوصا نعم بالنسبة لهذا الجدول اللي هو مهم جدا. هذا الجدول نعم موجود في صفحة 50 بالكتاب، وتقدر تراجعه بالنسبة حتى إن شاء الله ما تقع في مشكلة، لأن تعتمد على الجدول، اعتمادك على الجدول هذا بالنسبة لنا. فبالنسبة للإنشاء أيضا وضحنا، وضح الأستاذ. المفرغ كان عندهم مشكلة بي أيضا وضحناه. فتقريبا بس اليوم أكو سؤال كان المستفهم عنه لم يقع بعد الأداة أيضا وضح الأستاذ. نعم معانا حسين من البصرة، تفضل يا حسين. الو حسين تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي، تفضل يا حسين. جازت انواع ما نتسمع بيها وشون نميز بيها انواعها؟ انواع ما خربطين بيها طلاب. انواع ما نعم نعم ماشي.
سؤال آخر عندك؟ لا ماشي. جواب نرجع ما يخاف خلينا نرجع يلا. على سؤالك شنو كان استاذنا سؤال وضح الاستاذ المستفهم عنه لا اذا ما وقع بعد اسم الاستفهام مباشره نعم اذا ما وقع يعني مثلا بعد اي بعد من وجدنا شبه جمله فهناك احتمالان اما نعتمد على شبه الجمله اذا تممت المعنى وكان السؤال منطقي اما اذا ما تم بها المعنى فنتركها ونبحث عن المستفهم عنه مثل السؤال اليوم اللي ورد عند الاحيائي نعم اللي هو سؤال اي اللي ورد في اسئله الاحيائي كان طبعا هذا ورد كثيرا هي صيغه سؤال وردت كثيرا يعني اتذكر سؤال 2011 دور اول العفو 2011 دور اول اي جميل من جميلك اشكره اي جميل من جميلك ما يتم بها المعنى فرحنا على المستفهم عنه اشكره هو اشكره كان فعل متعدي لم يستوفي مفعوله فاذا الاي تعرب مفعول به وهكذا بعد مثلا أي ماء لماء وجهك يبقى أي ماء لماء وجهك شبه جملة تترك الروح على يبقى فعل لازم وهكذا هاي بالنسبة للأمور المهمة بالاستفهام بعد بالنسبة للسؤال الطالب من البصرة اللي هي أنواع الماء أنواع نعم الماء الرئيسية نعم احنا عندنا ماء الاستفهامية نعم وماء الموصولة نعم اللي نقدر نضع مكانها الذي وبالنسبة لنا في عندنا ما داخل على جملة اسمية إذا تقدم الخبر راح تكون مهملة وإذا وضح الأستاذ على الصبورة وإذا المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه وممكن نضع مكانها ليس فهاي راح تكون ما عاملة حجازية هاي بالنسبة لنا في أما إذا دخلت على فعل ماضي ومضارع تكون نافية غير عاملة ولدي بناتي النفي معناه إخبار النفي معناه إخبار وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء ما كتب محمد الدرس يعني إخبار دا أخبر أما الاستفهام فهو سؤال وهو طلب ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي فالفرق بين ما الاستفهامي والفرق بين ما النافي يعتقد واضح من خلال قراءتك للنص أنت مو تجي قبل تباوع الماء وتعرف نوعها لازم تقرأ النص مرة مرتين ثلاث مرات تفهم معناها يلا تعرف معناها أما ما الموصولة قلنا مهمة وعندنا ما المصدرية أيضا ديروا بالكم عليها مال مصدرية أيضا تعتبر مهمة دل أنواع مال مهمات معانا إيناس من الديوانية تفضلي بابا إيناس أستاذ مرحبا أهلا ومرحبا تفضلي بابا ممكن سؤال أستاذ الإنشاء أريدك توضح لي صحيح أكتب صفحتين يعني أقل شيء بابا صفحتين أقل شيء صفحتين بين سطر وسطر أكتب مقدمة وخاتمة لو يحاسبون عليها ماكو مشكلة باباتي المقدمة والخاتمة اكتبيها ماكو إشكال لكن يفضل انه يعني بتصرف يعني لا تنقل نقل حرفي تنقل نقل حرفي يعني عندما تعطي طالب مقدمه تجد الف طالب نفس المقدمه ماخذها وكانما هي ناشرها بمواقع التواصل الاجتماعي والكل يعرفها ذكرنا قبل قليل انه استخدمي من الادب اخذي من الادب القصائد خليها استشعري بها استخدمي عندك من الاسلاميه اخذي وخلي من القواعد اللغه العربيه استخدمي يعني خليها في خليط جميل الان انت يعني طالب انا اشجع على الانشاء الان طالب مثلا يريد ينقل رساله مثلا لوالده مثلا والده متغرب او والدته متغربه موجوده كيف يصوغ الكلام يعني الرساله من اللي ينقلها يعني اكيد الرساله غير رساله مؤثره فد كلام جميل يعني لطيف بشوق بفد امور اخرى يحتاجها انه يوصلها فالانشاء نفس الحاله الانشاء تريد توصل انت فكرتك الى الاستاذ يجب ان تستخدم اسلوبك هناك مقولة الأسلوب هو الرجل يعني هو نفس يعني يدل على الإنسان يدل عليك فأنت لابد لك أن تهتم بالإنشاء اهتمام أرجوكم اهتموا بالإنشاء أرجوكم يعني الدرجات تتكسر من الإنشاء الدرجات يعني تنزل من الإنشاء يعني تصوروا أنه هناك هاجس موجود عند يعني الأغلب الموجودين أنه فقط وماشي يعني بين الطلاب يعني كلام على إنشائي كلام إنشائي يعني هو غير صحيح طبعا وغير دقيق زين إنه الطالب إذا أجاب بالقواعد درجة كاملة وبالأدب درجة كاملة يعطى بالإنشاء درجة جيدة 19/20 وكذا سواء كان الإنشاء مالته جيد أو غير جيد ماكو مستحيل هذا الشيء أنا عن نفسي أتحدث عن تجربتي أني كشخص صححت في الامتحان الوزاري في سنة من السنوات مصحح الإنشاء أستاذ مستقل ما له علاقة بالأسئلة الأخرى يصحح الإنشاء حسب يعني ما له علاقة أصلاً ما له علاقة بالدرجات ولا يبوع الدرجات أستاذ يأخذ عبارة عن جلسة كيف جلستنا هسه موجودة يجلس يعني كل واحد يأخذ سؤال كل واحد يأخذ سؤال يصحح عنده ضوابط
تقسم الدرجة مثلا نتفق كمصححين تقسم الدرجة مناصفة بين الفكرة والأسلوب مع مراعاة الإملاء واستشهاد الطالب وكذا، نضع ضوابط للإنشاء. الطالب يتصور كيف يستطيع الأستاذ أنه يقرأ الإنشاء والإنشاء عبارة عن دفاتر مكدسة؟ لا، الكلام غير صحيح. اللجان توزع عليها الدفاتر بالتساوي والأستاذ يقرأ الإنشاء قدر المستطاع، قد يقرأ فقط المقدمة وقد يقرأ المقدمة ولا يشتهي قراءة الإنشاء فيعطي درجة على أساس المقدمة وعلى أساس البعض، أو قد يعجب بالمقدمة وهي الباب والمنفذ التي تشد المصحح وتجعله يدخل في موضوع الإنشاء ويستمر بالدخول بالإنشاء فيصل إلى نقطة مهمة وهي أنه يعطيك درجة جيدة. فهذا اللي أريده. واضح إن شاء الله بابا. سؤال ثاني تفضلي بابا. شنو هو الإنشاء اللي أقدر أركز عليه حتى أطلع شواهد قرآنية إيه؟ والله الإنشاء يعني في السنوات الأخيرة الصداقة، العمل، الوطن، العمل، التعاون، التفاؤل، التعاون، المستقبل، إن ذني يعني أغلب المواضيع يعني هسه موضوعنا اليوم اللي إجا التعاون. نعم، عن التعاون، شوفي التعاون والصديق وأيضا عن الصديق. إذا فكري ب يعني موضوع مثل الوطن، مثلا الأخلاق، الأمانة، نعم الأمانة، الإخلاص، النزاهة. النزاهة ممكن، نعم، نعم. وهكذا، وما أكثر حاجة للنزاهة. إن شاء الله نعم. التوفيق إن شاء الله. عفوا استاذ لوي، نفس السؤال اللي سالته الاستاذ. نعم احسنت. ما هو السؤال اللي كنت تتمنى ان يسالوه الطلاب؟ نعم. ما سالوا عنه وتشوفه حقيقه اكثر من سؤال، ولكن يمكن يعني الوقت ضيق. نعم، لا يعني لا نستطيع يعني ان نستوفي أهم. يعني نحتاج وقت للصبوره في اكثر من مره، لكن هالوقت هو وقت محدد. ذكرنا انه ذكر طالب انواع ما، يعني وهذا سؤال مهم جدا. هنالك نوع من انواع ما مهم جدا، واتوقع انه هذا النوع ياتي في امتحان غدا كتوقع، يعني قد اصيب قد اخطئ. نوع ما اللي هي المصدريه الظرفيه، ما مصدريه ظرفيه. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. هنا الماء تسمى مصدر مؤول، ما مصدرية ظرفية. أبنائي هنالك طريقة بسيطة نستطيع أن نميزها، نضع بدل عنها طالما هي فيها مدة، أي أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هنا ما دمت يعني مدة بقائي حيا. إذن طالما دمت حيا، ما عاش طالما عاش، ما بقي الدهر طالما بقي الدهر، هذه مصدرية تختلف عن المصدر المؤول اللي وضحته قبل قليل اللي هو ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا ما سعى مصدر مؤول، صح مصدر مؤول، صح ما هو الماضي مصدر مؤول، لكن هنا مصدر مؤول فقط لا زمان فيه. إذن ما المصدرية الظرفية تعرب مفعول فيه. هذا السؤال. السؤال الآخر اللي كنت أتمنى يسألوني يا طلاب مسألة استبدال غير وسوى بإلا وبالعكس. هنا يجب أن ننتبه، ابني أولادي أبنائي بناتي، يجب أن ننتبه لما بعد غير وسوى. إن كان ما بعد غير وسوى اسما اعتياديا استبدلنا استبدال طبيعي ولا مشكلة في ذلك. حضر الطلاب سوى محمد بالاستبدال، حضر الطلاب إلا محمد، إلا محمد، خلص ماكو مشكلة بالاستبدال. أين تكمن المشكلة؟ تكمن الفكرة والمشكلة إذا كان ما بعد غير وسوى ضمير. هذا الضمير نحن نعلم أن غير تدخل وسوى تدخل على الضمير المتصل للمنفصل. لا يمكن أن نقول غير إياك وهذا ضمير نصب، لكن نقول غيرهم، غيرنا. واضح الفكرة هذه؟ إذن يجب أن يكون ما بعدها ضمير متصل. عند الاستبدال نراعي حكم المستثنى في الإعراب. إن كان حكم المستثنى حكم إعراب غير وسوى واجب النصب، عند استبدال الضمير جئنا بضمير نصب مناسب. حضر الطلاب سواك، عند الاستبدال نقول حضر الطلاب إلا إياك. وإذا كان ما قبل غير وسوى حرف جر، عند الاستبدال أيضا نراعي حرف جر. مثلا بغيرهم، عند الاستبدال نقول إلا بهم، وهكذا. أحسنتم أستاذنا. أعزائي طلبتنا طلبة الصف السادس التطبيقي والأدبي،
في نهاية حلقة اليوم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين الأستاذ عناد الفضلي من إعدادية كربلاء، نسأل الله أن نكون وفقنا في هذا، أحسنتم أستاذنا، والأستاذ دوي عبد الستار الكعبي من إعدادية كربلاء البنين، أهلا وسهلا بكم وتعبناكم ونشكركم على هذا كل هذا التعب، إن شاء الله يهون بتوفيق أبنائنا إن شاء الله غدا بعون الله وبحق الحسين إن شاء الله. والشكر موصول لكم أعزائي طلبتنا، طلبة الصف السادس، شكر السادة من المصورين تنساهم واقفين إن شاء الله، هو راح نقول أكثر من ساعة ونص إحنا راح نقولها تقبل التحيات وما بعد المخرجين وكذا، أحسنتم، نعم، وما وراء الكواليس، نعم، تقبلوا تحيات كادر البث من قناة كربلاء الفضائية، وتحياتي أنا مقدم البرنامج على نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.